اليوم هو اللقاء الأخير تبعنا. نعم. الامتحان تبعكم بده يكون أول ساعة من اللقاء القادم. الامتحان تبعكم بيكون أول ساعة من اللقاء القادم. اليوم بدي أقسمه لقسمين، القسم اللي فيه أنا بدي أنهي مع بعض كل عملية التحليل، تحليل الأشكال، أشكال الحجج. واحد بدنا نكون في تحليل لشكل أخير، شكل اللي هو إحنا بنعرف حسب قواعد القياس إنه شكل غير سليم، واللي شكل يتضمن قضيتين سالبتين. وحسب قواعد القياس لإنتاج قضيتين سالبتين، هذا واحد من قواعد القياس اللي أرسطو قام في صياغتهم داخل الكتابات تبعته، مثل القاعدة اللي بتحكي إنه لا إنتاج من قضيتين جزئيتين. طيب. بعدها إذا بتذكروا في بداية اللقاءات ما بيننا، يعني معك كان النقاش وكان في نقاش حول الاستنتاجات السليمة وغير سليمة، استنتاج صحيح بالدورة غير صحيح بالدورة. وقتها قلت لك على انه انت بصير تقول عن اشي غير سليم او يمكن مش صحي كيتساوى، لكن منشان تقدر تقول هذا الحكي لازم يكون فيك تفسير. بدون تفسير ما حداش بيشتري الحكي تبعك، تمام؟ حقيقة ما حداش بيشتري الحكي تبعك، ما حداش بتعامل معه، ولسه بدون تفسير من ممكن يتعاملوا مع النص تبعك باستخفاف شديد جدا، لانه اي واحد في عنده نص، في عنده قول بده يقوله، بده يدعم القول تبعه في تفسير. اوكي. بالتالي بدي ارجع لهذا الموضوع بعد ما اخلص عمليه تحليل للشكل. الشكل اللي هو كل الف ليس باء، بعض الف ليس باء، بعض الف ليس سين، اسف. ما عاوز نحطه على اللوح. بالقسم الثاني بدنا نشتغل في التعريفات، انواع التعريفات، كيفية التعريف، التعريف حسب الجوهر والتعريف بالصفات، الشيء اللي كثير راح يكون كانه مستعمل عندكم لما بتجوا للقسم الثالث من الشغل تبعكم. كل الشجرة اللي انتم بتبنوها حسب تعريفات بطبيعة الحال، فهناك انتم بتختاروا هل بدكم تبنوا شجرة حسب تعريف بالصفات، ولا بدكم تبنوا انتم تعريفات الشجرة حسب تعريفات حسب بالجوهر. وبس نصل للقسم الثاني، لهذا القسم احنا بنحكي بحينه بنحكي عن الاختلاف ما بين هذا وما بين هذا. تعالوا نحط الشكل الأخير اللي هو كل ألف ليس باء، بعد ألف ليس سين، أو إذا بدك كل ألف ليس باء، بعد سين ليس ألف. إحنا بنعرف إنه بعد ألف ليس سين هي مش بعد سين ليس ألف، هذول قضيتين مختلفتين كلياً. هاي معلومة وهاي معلومة. أوكي. فتعالوا نختار واحدة من القضيتين نحطها على اللوح مشان تكون قدامكم. واحد اثنين، إذا أنتم بحاجة لوراك بحاجة لوراك. أوكي، دقيقة بقى. إيه، ما أنا ورق زدك تجبره. هاي ورق لكم، اكتب على اللوح هناك كل ألف ليس باء، وبعد سين ليس ألف، بعد سين ليس ألف. أوكي، خلاص. أتمنى قل. تعالوا نعمل تحليل للقضيتين مشان نشوف ايش العلاقات اللي ممكن تكون بين سين وبين باء بهاي الحاله. واضح لنا انه
كثير علاقات ممكن تكون ما بين سين وبين باء، لكن حتى نشوف ايش هي العلاقات اللي ممكن تكون موجوده تحليليا. تمام، تحليليا اذا واضح انه لو يكون الشكل غير سليم، مش دائما التحليل التحليل هو اللي بكرر اذا بنقدر نلاقي مثال ولا بنقدرش نلاقي مثال. تمام، التحليل هو سليم بيكون بكرر لو يكون الشكل سليم، ما انه غير سليم معناته مش كثير بكرر. حتى نشوف، كل الف ليس باء، بعض سين ليس الف، بعض الف ليس سين. ايش هي العلاقات اللي ممكن تكون ما بين سين وبين الف؟ ولكن بطبيعة الحال احنا هذا كلياته اعتمادا على التحليل تبعنا للمعلومات المتضمنه داخل كل قضيه من القضيتين. بعض الف هو سين، بعض الف شو خاص الف؟ الف الف وحد الاوسط، حد المشترك. بعض سين ليس باء، بعض سين ليس باء. احكي لي اعمل التحليل وكله، لانه هلا في طالما انه بعض الف ليس سين معناته في المفروض على الاقل واحد من الف وينتمي لسين. فيش بعض الف ليس سين. ما فهمتش كامر، ما فهمتش كامر. بعض سين ليس الف. اذا بعض سين ليس الف، هلا هيك المفروض انه في البعض الاخر ينتمي لالف، صح؟ والبعض الاخر احنا بنعرفش عنه شيء. بعض سين ليس، انت حكيت القضية الثانية، انت ليش القضية الأولى ما تعاملتش معها؟ حلو. أنا كل ألف ليس باء، بعدين بعض سين ليس ألف. بتعالى نحكي عن القضيتين، عمل تحليل القضيتين، وبما يتلائم بدنا نشوف إيش العلاقات اللي ممكن تكون ما بين سين وباء. موافق. في الجملة الأولى اللي بتقول ألف ليس، كل ألف ليس باء، بتعني إنه لا يمكن أن يكون هنالك عنصر واحد يحمل الصفة ألف باء في نفس الوقت. هذا سليم. هلا في الثانية بحكي إنه بعض سين ليس ألف، هنالك عنصر واحد على الأقل هو ليس هو هو سين وليس ألف. نعم. هلا إيش استنتاجات اللي ممكن تكون؟ ممكن. لا لا بكفيش، هذا بكفيش بكفيش، مظبوط أنت قلت قضيتين. حلو، هلا انا بدي اعمل لي تحليل، ايش انا بعرفها ايش وايش بعرف القضيه الثانيه. طيب. هلا بالنسبه لالف بعرف انه الف كلياتها مش ممكن تكون، مش ممكن تكون باء، فمعناته بعرف عن الف وبعرف عن باء كذلك الامر، وبعرف انه باء مش ممكن تكون الف، بس ما بعرف شيء ثاني عن باء ايش ممكن تكون. منيح. هلا بالنسبه للثانيه، بعض سين ليس الف، بعرف عن بعض من سين انه هو الف، والبعض الاخر من سين ما بعرف ايش هو، ايش ممكن يكون؟ نعم. هلا ألف ممكن ألف تكون بتحتوي على أشياء غير سين، وممكن تكون بتحتوي على البعض الآخر من سين، وبتحتويش على شيء آخر. أوكي. هلا بالتالي ممكن يكون عنا استنتاجات تكون مثل كل سين هو باء. هاي متى بتصير؟ وين بتصير؟ لما يكون ألف تحتوي فقط كل سين لحظة كل سين ليس باء. هاي بتكون لما ألف تحتوي فقط على عناصر على عناصر مش ممكن تكون سين، أو عناصر أخرى، هاي حالة منهم، أو عناصر أخرى. لا لا لا، شوي 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 شوي، اللي قاعد تحكي عن سين باء. طيب حكيت إنه الاستنتاج يعني في عندنا كل سين ليس باء، بوصلها عن طريقين. وأنت في أي حالة بكون كل سين ليس باء؟ إذا كانت عندي ألف البعض يعني الألف تحتوي فقط ما هو ليس سين. يعني قصدك إنه كمان البعض الآخر من سين لا يحمل صفة ألف؟ آه. بس هيك تحولت عملياً القضية جزئية لقضية كلية. فقط إذا البعض الآخر كمان من سين لا يحمل صفة ألف بهاي الحالة. طب وكمان بدي أحافظ. لا هذا مزبوطش بس. طيب ماشي. أوكي. لان انا صارت مشروطه بالضبط. هلا اذا بدي احافظ على جزئيتها بحكي انه الف بتحتوي على شيء اخر غير سين، تحتوي على شيء اخر غير سين، وبنفس الوقت هو ليس باء. اذا الف تحتوي على شيء غير سين، غير يعني تحتوي على سين واشياء اخرى، سين واشياء اخرى، وهي الاشياء الاخرى هي مش باء، هالأشياء الأخرى هي ليست باء. طيب هي مش باء أكيد، ما هو حكم القضية الأولى، والأشياء ليست باء، فيش إمكانيين وألف تحتوي على أي على باء،
يعني بأي حال من الأحوال فيش إمكانية بحسب القضية الأولى إنه ألف في القضية الثانية، يعني فيش حاجة لهذا الشرط. قصدي هذا الشرط وين ده بيكون صحيح؟ هل وين ده الشرط بيكون صحيح؟ لما 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 كل ألف ليس باء مش معطى لنا، بس لما كل ألف ليس باء معطى لنا، ما فيش إمكانية إنه ألف تحت تحتوي على، فيش يعني فيش حاجة إنك تحط الشرط، هذا إشي معروف مسبقا إنه ألف لا يمكن أن تحتوي على باء بحكم القضية الأولى. طيب ليش حطيت الشرط هذا؟ ليش حطيت الشرط هذا؟ ليش حطيت الشرط إنه ألف بالقضية الثانية تحتوي على سين وأشياء أخرى غير باء؟ ليش اضطريت تقولي غير باء؟ ما إحنا بنعرف إنه باء مش موجود هنا بحكم القضية الأولى. طب تحتوي على ألف تحتوي على أشياء غير باء. ألف تحتوي بالضرورة على أشياء غير باء. هيك لغيت الجزئية، لغيت نفس النقطة. في عندك كل سين ليس باء. كل سين ليس باء، ليش؟ عندك كل ألف ليس باء، يعني مستحيل تلاقي صفة موجودة بألف وباء. أوكي. فيش إمكانية لا. فيش إمكانية تلاقي عنصر واحد بين صفتين ألف باء. بين صفتين ألف باء. أوكي. هلا بعض سين ليس ألف. بعض سين ليس ألف، أوكي. إحنا نافين إنه في صفات في ألف بتكون في باء. من الأولى. من الشرط الأول، نافين إنه ألف. طبعًا، فيش أي إمكانية، أوكي، فبالتالي ألف. وبالتالي بكل سين ليس باء. بعض سين ليس ألف. طيب. يعني بعض يعني بعض العناصر في سين تحمل الصفة سين وألف، بعض تحمل الصفة سين بس بدون ألف. طيب. مظبوط. هاي العناصر اللي بتحمل صفة سين وألف مع بعض تحمل الشبه في بعض مش كل. طيب. بتصفي بعض سين ليس باء. ليش معقدين هاي انتو كتير؟ حاولوا ما تعقدوهاش، مش دائما لازم تعقدوها. بعض سين ليس ألف. لا لا، كل سين ليس ألف، كل سين ليس باء، آسف، كل عن كل سين ليس باء. كل سين هو باء. كل شيء ممكن، كل سين هو باء ممكن، كل سين ليس باء ممكن، بعض سين هو باء ممكن، بعض سين ليس باء، كله ممكن، بس أعطيني تفسير. كل سين ليس باء، بفرض انه مش في كل سين ليس الف، في كل سين، في بعض سين في منها تنتمي ما تحمل الصفه الف، وفي منها لا تحمل الصفه الف. العناصر اللي تحمل الصفه الف على اكيد لا تحمل الصفه بالضروره. لنفرض انه العناصر، كل العناصر التي لا تحمل الصفه هذا العنصر، هذا العنصر، هذا العنصر بالضبط، هي بتصير صح. بالضبط بالضبط. احنا بنعرف مسبقا احنا بنعرف بحكم القضيه الاولى لما تقولي كل الف ليس باء، احنا بنعرف انه البعض الاخر من سين القضيه الثانيه اللي بيحمل صفه باء، اللي بيحمل صفه الف، هذا فيش امكانيه يحمل صفه باء، هذا معروف لنا، خلصنا منه. ضل ايش عندنا؟ البعض المذكور في القضيه بيحمل صفه هاي بعض سين، هذا العنصر اللي بيحمل صفه الف، تمام. كمان هو بالضبط كيف بيحملش الصفه الف، كمان بيحملش الصفه باء. بالتالي هذا البعض، القضية الثانية، البعض الآخر من سين اللي بيحمل الصفة ألف فش يمكن يحمل الصفة باء بحكم القضية الأولى. بضل البعض هذا مذكور في القضية عندنا، بضل العنصر هذا سين اللي هو بيحملش الصفة ألف، اللي هو أكيد، اللي هو لا اللي بيحملش الصفة ألف، معناته ممكن يحمل الصفة باء من حيث كونه بيحملش الصفة ألف، بالتالي ممكن يحمل الصفة باء، ولكن ممكن كمان يحملش الصفة باء. بس إذا بحمل صفة ألف أكيد بس إذا بحمل صفة ألف أكيد بحمل صفة باء بالضرورة. بالتالي البعض الآخر هذا السين اللي بحملش صفة ألف، هذا فقط ممكن يحمل صفة باء، بس هو، ولكن ممكن وممكن ما يحملش صفة باء. وبالتالي هذا البعض من سين بالضبط كيف ممكن لا، إذا لا معناته كل سين ليس باء، واضح. احكوا لي عن كل سين هو باء. كل سين هو باء. إذا ممكن. كل سين هو باء، لا مش ممكن. لا هو ممكن. لا هو ممكن. مش ممكن. مش ممكن. مش ممكن. في عناصر بين سين وألف. وألف لما فيش مشترك بينهم. ليش مش ممكن؟ إذا بنحافظ عليها قضية جزئية. إذا بنحافظ عليها قضية جزئية، واحد. اثنين، بدنا نفرض إنه البعض الآخر بالتالي من سين
بحملش الصفة ألف. يعني بتصير كل سين. بس بهاي الحالة. لما نحولها لكل. ممكن يكون كل سين هو باء. بشيك؟ يعني هذا العنصر من سين هو بيقدر يحمل صفة باء. بضل عندنا بعض الآخر من سين. إذا بعض الآخر من سين بحمل صفة ألف. بالتالي كل سين هو باء بزبطش. بشيك؟ بزبطش. كل باء هو سين بتزبط. كل باء هو سين. بتزبط. بزبط. احكي لي عنها. نفرض كل عناصر باء تحمل الصفة السين. خلص. نفس الوقت الجزء. آه. زعلان منك. مش هيك. فعندك. لا. لا لا لا. شو ما صوت قلت لكم هون الخرافية بس مش تقولوا على درجة إنه. بس بتزبط. لا. الإشي بزبط بس تحكي لي التفسير. طيب كل ألف ليس باء نفس. احكي لي كيف ممكن كل باء هو سين. هسا في عناصر سين بألف. بنفرض انه كل عناصر السين ومش ألف جواتها كل باء. اي واحد من هذا؟ اي واحد من هن؟ بعض سين ليس ألف. اي واحد من هن؟ اي عنصر؟ اي عنصر باء بيكون اي عنصر؟ هو انا بعض يعني مش شرط عنصر. باء بيكون اي عنصر بين سين وليس لا. ألف. لا باء اي عنصر اللي مش موجود في سين. البعض اللي مش موجود الصفة لا يحمل صفة سين. شوي شوي شو بعض كل كل باء هو سين. أنا يعني عم تقول كل عنصر وعنصر وعناصر باء تحمل صفة سين. طيب؟ أوكي. الجزء مش موجود في ألف. قصدي بألف. هذا العنصر من سين اللي بيحملش صفة ألف هو كل باء. كل باء. بهي الحالة. طبعًا. من ناحية سين ومش ألف هو كله يحمل صفة جواته باء. أوكي. طيب. مفهوم الكل مفهوم الكل. في حدا مش غيري؟ بس أنا مش فاهم. تعالوا ما نرجع للموضوع اللي حقيقة هي موضوع هام جدا وكل هذا اللي سوا من شان اللي بدنا نكلسه. إذا متذكرين أنا حكيت لكم على إنه أرسطو مش بس أرسطو كمان هذا الشيء معتمد ضمن المنطق الحديث. عادة إحنا بنحاول نفرجي انه شكل من اشكال الحجج هو شكل غير سليم بانه احنا بنفرض العكس تبعه. مذكرين انه اذا كان نفرض عندنا بعض باء هو سين هو الاستنتاج بنفحص هل من الممكن كل باء ليس سين هل ممكن ضمن المعلومات المتوفره في القضيتين. وكل مره كنا نقول ممكن او مش ممكن يعتمد على المعلومات. شو يعتمد على المعلومات؟ يعني المعلومات المتوفره داخل القضيتين بمنعه علاقة من نوع معين، بمنعه وجود علاقة تتناقض مع العلاقة المتعينة ضمن قواعد القياس. يعني إذا أخذنا إحنا مثال كل ألف هو باء بعض ألف هو سين بيطلع عنا بعض باء هو سين. مشان نفحص هل بعض باء هو سين صحيح بالضرورة إحنا بنشوف العكس تبعه هل ممكن ولا لا. شو العكس تبعه؟ شو النقيض تبعه؟ كل باء ليس سين. بالتالي إذا كل باء ليس سين لا يمكن له أن يكون صحيح. فإذا العكس صحيح. فبالتالي النقيض تبعه له بعض باء هو سين صحيح. هذا من وين جاي؟ من وين جاي هذا؟ هذا جاي من المربع اللي حكينا عليه قبل مرة. هذا جاي من المربع تبع أرسطو اللي فيه بيحكي عن علاقة التناقض، بيحكي عن علاقة التعارض، عن تداخل تحت تعارض وعن تداخل تحت تقابل، مش هيك؟ وهنا في استخدام عمليا لعلاقة التناقض اللي موجودة في مربع أرسطو. أخذوا العلاقة هاي وقالوا احنا بدنا نستعملها كمان مشان نفحص أشكال حجج. هذا اللي سووه. عادة كأنه بشكل كتير واضح ولكن تأكيد هي على كلمة كأنه لما احنا بنقول على احنا بنحكي على نقيضين وواحد من النقيضين لا يمكن له أن يكون صحيح. شو يعني لا يمكن له أن يكون صحيح؟ يعني كاذب. تمام؟ فبالتالي احنا بنقدر نعمل استنتاج أكيد على انه النقيض تبعه صحيح وبالضرورة صحيح. اذا بدكم لا يمكن له سوى ان يكون صحيح.
هذا ضمن ما يسمى بالاستنتاجات الغير مباشرة. آسف المباشرة. لما نيجي للاستنتاجات المباشرة الغير مباشرة واللي هي اللي هي من قضيتين وما فوق الاستنتاج، وإذا إحنا نأخذ عمليا نأخذ إحنا ما يسمى القياس، الوضعية بتصير مختلفة. يعني ما يصلح ضمن الاستنتاجات المباشرة لا يصلح ضمن الاستنتاجات الغير مباشرة. تمام؟ ضمن الاستنتاجات إسا مش هحكي لكم أول شيء ليش. ضمن الاستنتاجات المباشرة اللي إحنا نقول كل ألف هو باء ونعمل منها استنتاج بعد ألف هو باء، تمام؟ ومنقول إنه التعريف القضية الكلية أو تعريف العلاقة المتضمنة داخل القضية الكلية إنها علاقة ضرورية، يعني لا يمكن للشيء أن يكون ألف ولا يحمل الصفة باء عمليا. ومن هذا إحنا بنستنتج إنه بعد ألف هو باء كمان صحيح. بعد ألف هو باء في هاي الحالة العلاقة المتضمنة في القضية الجزئية هي علاقة ضرورية. يعني بالضبط كيف إذا بنحكي نعطي المثال كل إنسان هو حيوان، العلاقة هنا هي علاقة ضرورية بين إنسان وبين حيوان. كمان لما نقول بعض الناس حيوانات، العلاقة ما بين بعض الناس هدول والحيوانات حيوان هي علاقة ضرورية. تمام؟ أوكي. بينما لما بنيجي إحنا للقضايا بحد ذاتها بمعزل عن الاستنتاجات المباشرة، أرسطو بقول إنه القضية الكلية أو إذا بدكم حتى بالحرف الواحد القضية الجزئية هي أقرب لإلنا من القضية الكلية. القضية الكلية الجزئية قريبة لإلنا بينما القضية الكلية بعيدة عنا. تمام؟ وهني opposites، هني واحدة تتعارض مع الثانية، واحدة إذا بدكم تتناقض مع الثانية. ليش؟ لأنه واحدة بتكون العلاقة ضرورية ما بين حديها، وواحدة بتكون العلاقة غير ضرورية ما بين حديها. إذا واحدة بتكون العلاقة ضرورية بين حديها وواحدة بتكون العلاقة غير ضرورية بين حديها، بالتالي فيش إمكانية تنتهي مع بعض يكونوا صحيحات. شيك؟ فيش إمكانية يكون هذا أبيض ومش أبيض في ذات الآن، يا إنه أبيض يا إنه مش أبيض، وبالتالي يا علاقة ضرورية يا علاقة مش ضرورية. تمام؟ أوكي. فبالتالي إحنا من المفروض نتعامل مع القضايا داخل أشكال الحجج، واحد. اثنين، مع الاستنتاجات، مع الاستنتاج داخل أشكال الحجج كما تعريف القضايا. شو يعني كما تعريف القضايا؟ يعني القضية الكلية هي قضية ضرورية تحكي علاقة ضرورية ما بين موضوع القضية ومحمولها، والقضية الجزئية علاقة غير ضرورية بين موضوعها ومحمولها. من هون إذا كان فينا استنتاج، على سبيل المثال إذا كان فينا شكل حجة قضيتين واللي إحنا ممكن نستنتج منهن كمان استنتاج جزئي وكمان استنتاج كلي، يعني ممكن نستنتج بعض باء هو سين، وممكن نستنتج ممكن يكون كل باء هو سين أو كل سين هو باء، وبالتالي القضية الجزئية بتكون علاقة غير ضرورية ما بين باء وسين، والقضية الكلية الاستنتاج الكلي بكون علاقة هي ضرورية ما بين باء وسين، وبالتالي فيش إمكانية تنتهي كلهم مع بعض صحيحات. هل شو بقول؟ إسا بالتالي واحد هي لازم يكون صحيحة. تمام؟ بس أنا بقول كمان إشي وخطر جدا إذا بتقول. أنا بقول إنه بعد إذا كان كل سين هو باء صحيح ما تو إيش الغلط؟ بعد باء ليس سين غلط. بعد باء هو سين. بعد باء هو سين صح. مزبوط؟ لا طيب. كان غلط. إيه ما بعد باء هو سين غلط. بعد باء ليس سين غلط. بعد باء هو سين. كمان مرة. الشكل هو. كل ألف الشكل. كل ألف هو باء، بعد ألف هو سين. هذول القضيتين منها نعمل استنتاج. كل ألف هو باء، بعد ألف هو سين. من هون إحنا بنعمل حسب قواعد القياس لازم يكون الاستنتاج بعد باء هو سين، أو نفس الشيء بعد سين هو باء، لأنه هذول يمثلوا عكسهم. هلا واحد. إسا
قلنا انه ضمن هذا هدول المعلومات بدكم ذكين بقول كياته قلنا انه ضمن هدول المعلومات العلاقه كل سين ليس بع غير ورده لا يمكن لها ان تكون صحيحه مزبوط من حكم من حيث كون الف بيحمل الصفه كل الف بيحمل صفه بع وهنالك على الاقل عنصر واحد الف بيحمل الصفه سين بالتالي لا يمكن كل بع ليس سين بالتالي كل بع ليس سين حسب المعلومات في القضيتين هي خاطئه بالضروره تمام لا يمكن لها أن تكون صحيحة لا يمكن لها أن تكون صحيحة هون منيح إذا منيجي لا بعد باء هو سين إذا كان في إمكانية إذا كان في إمكانية إنه كل سين هو باء تكون صحيحة تمام معناته بعد باء هو سين غلط لأنه بتختلف المضمون مزبوط إذا كان في إمكانية إنه كل سين هو باء تكون صحيحة معناته بعد باء هو سين غلط شو بطلع عندي غلطين؟ شو الغلطين اللي بيطلع؟ شو أي جملتين خاطئتين بيطلع في نفس الوقت؟ كل باء ليس سين وبعد باء لا بيطلع عندي كل باء ليس سين غلط وبيطلع عندي بعد باء هو سين غلط يعني النقيدين غلط بيطلع مش واحد والصح كل سين هو باء هاي المفاجأة يعني عمليا ضمن ما هو صالح وما هو سليم ما هو صالح وما هو سليم ده الاستنتاجات المباشرة ما بنقدر نستعمله نستخدمه مشان نفحص هيك معناها مشان نفحص صحة استنتاجات غير مباشرة ما فهمنا بس لما حكيت انت الاشي الصحيح 100% كل سين هو باء لا مش الصحيح 100% بقول في الحالة اللي فيها بيكون كل سين هو باء صحيح بالحالة اللي فيها كل سين هو باء صحيح بيكون في عندي من الأول إحنا عارفين إنه كل سين ليس باء غلط لا يمكن له يكون صحيح وبنعرف لأنه كل سين هو باء صحيح وبالتالي بنعرف إنه بعد سين هو باء كمان غلط وبالتالي بيكون في عندي كل سين ليس باء غلط وبعد سين هو باء غلط وصحيح هو كل سين هو باء يعني النقيضين بيكونوا غلط مع بعض ايش دكتور مصطفى مفهوم الفكرة هاي ولا استعمل اللوح لا مصطفى اكيد جربه بدكم استعمل اللوح كل سين هو باء بعض سين هو ألف اللي هي نفسها هاي بعض ألف هو سين هاي كونفرتابل تمام أوكي من هون إحنا بنعرف حسب قواعد القياس إنه بعض باء هو سين يطلع أو بعض سين هو باء تنحط بعض سين هو باء طيب أوكي كيف بدنا نفحص إذا هذا الشكل سليم ولا غير سليم حسب الفهم تبع المنطق الحديث وهذا كمان اشتغل فيه وارسطو قلت لكم ارسطو كان يفحص هل كل سين ليس باء ممكن ولا لا تمام هيك كان يفحص بالتالي لما كان يجي يثبت انه هاي كل سين ليس باء لا يمكن له ان يكون صحيح كان يعمل استنتاج انه بالتالي هذا صحيح بالضروره ليش حسب كمان مره علاقه التناقض اللي هو لا يمكن للقضيتين سويتين يكونوا صحيحتين ولا يمكن القضيتين سويتين يكونوا خاطئتين بالتالي إذا هاي وهاي لا يمكن لهم إنه تنتين يكونوا خاطئتين في نفس الوقت ولا يمكن لهما أن يكونا صحيحتين في نفس الوقت معناته إذا واحدة لا يمكن لها أن تكون صحيحة الثانية صحيحة طيب؟ أوكي طيب. إذا بنعمل تحليل إحنا هون
احنا احنا عملنا تحليل مع بعض شفنا انه كل سين هو باء ممكن تكون ممكن يكون وسأعطيكم مثال ممكن يكون طبعا ممكن يكون وسأعطيكم مثال نقدر ناخذ احنا مثال تبع كل الناس تموت تمام بعض الناس ذكور كل الناس تموت بعض الناس ذكور كل ذكور تموت كل ذكور تموت ومش بعض الذكور تموت بالتالي ممكن تكون كل شيء هو باء كل ذكر بيموت فيش كله تمام كله مرتد طيب بالتالي كل شيء هو باء ممكن طيب في حالة صواب هاد احنا صرنا عارفين هذا يمكن هو يكون صحيح مزبوط في حالة صواب هاد هذا غلط لأنه هذا بيحكي عن علاقة ضرورية ما بين سين وبين باء هذا بيحكي عن علاقة غير ضرورية بين سين وبين باء تمام؟ وبالتالي هدول الاثنيناتهم مع بعض بيقدروش يكونوا صحيحات بيقدروش يكونوا لأنه واحد بتقول علاقة ضرورية واحد بتقول علاقة غير ضرورية بيقدروش يكونوا صحيحات إذا هذا صحيح هذا خاطئ إذا هذا صحيح هذا خاطئ يعني شو إنه هذا صحيح العلاقة غير ضرورية وهذا بقول العلاقة ضرورية فإذا هذا صحيح هذا خاطئ إذا هذا صحيح فبالتالي إحنا ما بنحكي بهاي الحالة عن استنتاج صواب بعض سين هو باء من كل سين هو باء مش عن هذا كنا بنحكي إحنا كنا بنحكي عن كل واحد قائم بحد ذاته إيش بقول إيش المعنى تبعه لأنه إذا إحنا بنحكي عن استنتاج بعض سين هو باء من كل سين هو باء فش مشكلة هذا بكون علاقة ضرورية وهذا كمان كان بكون علاقة ضرورية ولكن إذا بنحكي على كل قضية قائمة بحد ذاتها واحدة بتكون علاقة غير ضرورية واحدة بتكون علاقة ضرورية إذا هذا صحيح هذا غلط إذا هذا صحيح هذا غلط وإذا هذا صحيح بيكون هذا وهذا غلط النقيضين مشكلة صح اعتمادا على هذا لما أنت بتعطي تفسير احنا بنقبل اذا بنقبل تمام اذا بنقبل اوكي طيب هون عمليا الا اذا في اسئله في بيت الحال الا اذا في اسئله عند اي منكم لا ما تعالوا نروح للتعريفات الجزء الثاني من ال محاضرة يعني اللقاء تبعنا خلينا نسميه اوكي انا جبت انا كنت حكيت لكم مرة يعني يمكن هذا ذوق شخصي لكن بشكل عام بفضل التعريفات اللي بيعطيها تعريفات الحدود اللي بيعطيها الكندي عن اي من العاملين في مجال الفلسفه بالفلسفه العربيه الاسلاميه رغم انه بطبيعة الحال الكندي هو يعني في نقاش ولكن يعتبر من اول فيلسوف عربي اسلامي وبالتالي اختار من الاشخاص اللي بيحكوا على انه التعريفات تبعته مش تماما نفرض دقيقة او مش تماما واضحة وبالتالي اذا احنا اتبعنا التعريفات عند اشخاص اخرين نفس التعريفات ولكن عند اشخاص اخرين بنشوف وضوح اكبر وبنشوف سلامة اكثر في التعريف او اذا بدكم دقة اكثر في التعريف مع هاد التعريفات تبعت الكندي لإلي هي تعريفات جميلة هي تعريفات مثيرة جدا للاهتمام حقيقة من هون أنا لما بدي أخذ أمثلة على تعريفات بدنا نشوف كيف بالفلسفة العربية الإسلامية بعرفه بنأخذ التعريفات تبعت الكندي وعليها إحنا كأنه منها إحنا بنفهم شو نقصد لما نحكي عن تعريف مقابلها أنا كمان بدي لو بنحكي على التعريف بصفات أو إذا بدكم بالرسم تمام كمان كانوا يسموه بالرسم تعريف بالرسم يعني تعريف بالصفات كمان الأهداف تبعتي كمان يمكن لميول ولذوق شخصي بدي أخذ كيف العرب كانوا يتعاملوا مع التعريف بالرسم
وهناك احنا عمليا بننهي اللقاءات ما بيننا. والامثله اللي بدنا نعطيها يعني خلال بس اشرح على الموضوعتين، بدنا مع بعض نكون في عمليه محاوله لفرض ناخذ موضوع معينه ونقول هات نشوف كيف بدنا نكون في عمليه تعريف لها، اذا ممكن نكون في عمليه تعريف لها بالجوهر، واذا لا هات نشوف كيف ممكن نكون في عمليه تعريف لها بالصفات. بطبيعة الحال لما احنا بنكون في عملية تعريف بالجوهر، احيانا احنا ما بنعرف شو هو الجوهر تبع الشيء، ولكن احنا بنقدر نميزه بصفاته. وبالتالي احيانا احنا ما بننجح نعرف بالجوهر، بس احنا بننجح نعرف بالصفات. مجموعة من الصفات سمحك يعني. لكن لما احنا نحكي عن التعريف بالجوهر، احنا عمليا المقصود بيكون لإلنا وهو الإشارة إلى ما يجعل الشيء ما هو. هذا هو المقصود. بالتالي احنا بدنا نشير شو يعني ما يجعل الشيء ما هو، يعني من المفروض بالضبط من المفروض انه الشيء يحمل صفة معينة، يحمل شيء بتميزه عن سائر الكائنات الحية كلها، عن سائر كائنات الحية كلها. فنفرض انه ما يميز الجوهر تبع الانسان هو يعقل ويتلفظ، نفرض. بالتالي من المفروض انه التعقل والتلفظ باجتماعهم ما يكونوا ولا عند اي كائن حي سوى الانسان، لانه اذا بيكونوا عند كائن حي اخر بالتالي هذا مش الجوهر تبعه ولا هو اللي بيعمله. ايش هو؟ اذا بناخذ على سبيل المثال الصفه تبعت المشي على اثنين، انه بتمشي على اثنين اللي هو تو فوتد ما يسمى، انك تمشي على اثنين هي ما بتعمل انسان ايش هو. احنا ممكن نشوف كل الدجاجات كل الديوك كل ايش بك الطيور كلها تمشي على اثنين، تمام؟ فبالتالي هي خاصية ولكنها مش جوهر، مش إشي اللي بيعمل الشيء إنسان. بطبيعة الحال اليوم في نقاش أستاذ، هل حقا لا إذا كان تعريف الجوهر ممكن يكون صفة تانية مكملة عند إشي تاني؟ إيش قصدك؟ لا يعني يعني إذا بدنا نحكي على سبيل المثال أن يكون يعقل ويتلفظ بجعل الإنسان إنسان، كل إنسان يعقل ويتلفظ، هذا هو الجوهر اللي بخلي الإنسان إنسان على فرض. نعم هذا اللي بخلي الإنسان إنسان، بميز الإنسان نو اللي بخلي اللي بعمله إيش هو كمان واللي بدونه بطل هو. يعني إذا بنقيم صفة التعقل والتلفظ ببطل الإنسان اللي بميزه عن الأشياء الأخرى. نعم هلا إذا هاي الحالة كفيلة بأنها تجعل الإنسان إنسان. نعم هلا اذا كان في اشي يعني عنده ثلاث صفتان عنده اشي ثالث بخلي بشكله مع بعض جوهره، مش ممكن يكون هذا صفه ثالثه يعني. بس ببطل جوهر الانسان بيختلف يعني، لا مش بنعرف هذيك ثلاث صفات بيعملوا اشي ثاني بيختلف على الانسان. مش هيك تكون انا بدعت المثال. طب لو جينا اشي الكنا اشي يعقل ويتلفظ، مجتمعات التنتين، بس في صفة ثالثة بصير شيء تاني ممكن، بس ببطل الإنسان جوهره هيك. لا ما هو أنت بتحكي عن ثلاث صفات مع بعض متلازمات، هدول لازم يكون في ثلاثة مع بعض. نفرض جسم حساس يتغذى، نفرض إنه الحيوان جسم يتغذى، بس يتغذى النبات. نفرض تمام، فبالتالي نعم. طيب نعم. يأكل ويتلفظ ويرضي ويرضي بطل جوهر، أو يعني قادر على الرضاعة، قادر على الولادة. لا ثلاثة هذول بعمل المرأة. لا في ثدييات تانية من الحيوانات يعني من لا بس يعني يتلفظ بعمل المرأة. طبعا ممكن يعني قصدي أن الجوهر يعني الجوهر ممكن يكون جوهر لأكثر من إشي مجتمع بصفات مختلفة، نفس
زي الانسان والمرأة باجتماعات مختلفة بطلع اشي تانية. نعم هذا هو الرجل. نعم ممكن. نعم ممكن. هذا التعريف صحيح هو؟ لا مش كامل للإنسان. للإنسان حكينا بس زيد يعني ويتغير. هذا مثال ولا هذا فهذا اللي كنت أنا بدي أكمل أحكي عنه لما سألت السؤال في نقاش حقيقة. حكيت أنت وقادر على التدين، هاي اللي بتجزم إنه إنسان نفسهم وقادر على التدين. قادر على التدين هذا صار إشي تاني. لا هيك أنت حكيت إنه إنسان. لا هذا إشي تاني، هذا تعريف تاني، تعريف هذا تعريف آخر. هذا هذا هي قل حقيقة التعريف بس على أدق الاعتقاد تبعي إنه أدق. نعم لأنه يعقل ويتلفظ، يعقل ويتلفظ وبيعتمد على الفهم تبعنا لفعل التعقل والتلفظ. إسا إحنا بنعرف اليوم إنه كل ما يتعلم هو يعقل. لا هناك بزبطش. كل ما يعقل كل ما يتعلم هو يعقل عملية. شو يعني يعقل؟ يعني يقوم بعملية فكرية، هيك يعني يعقل. تمام. اذا بنعرف انه الفرقه بتعمل العمليات الفكريه والفرقه بتكون في عمليه تجريد، بناء التجريد، لانه ما فيش امكانيه تعلم بدون قدره على التجريد والتعقل والتجريد وفعل تعقل. بالتالي وتتصل مع بعضها، تتصل مع بعضها. الاصوات لها معاني مختلفه عند الفرقان، لها معاني مختلفه عند الفرقان. بالتالي هذا ايش؟ بالتالي هل حقا ولا لا؟ هذا صار سؤال. تمام. ولكن اذا اخذنا نفرض القدره على التدين على الإيمان، وبغض النظر كيف حكينا في أول لقاء إيش هو الإيمان، ساعتها بيكون يمكن أدق أكثر. فبالتالي لكن بغض النظر، هذا مثال كان منيح، بغض النظر إيش التعريف اللي إحنا، إيش الجوهر اللي إحنا بنشير له، من المفروض إنه إذا بنقول هذا هو الجوهر تبعه، من المفروض إنه هاي الصفة اللي تميزه عن سائر الكائنات الحية. من هنا إجا تعريف التعريف، هو الإشارة إلى ما يجعل الشيء يشو. تمام؟ أن تقوم في عملية التعريف، أن تقوم في عملية الإشارة، أن تقوم في عملية الإشارة للصفة. هذا التعريف. أوكي. بينما إذا إحنا أخذنا التعريف بالصفات أو التعريف بالرسم، الوضعية تكون هناك مختلفة. إحنا التعريف بالصفات من المفروض إنه إحنا نشير لمجموعة صفات، تمام، اللي اجتماعهن بيشيروا لشيء معين، مش بيعملوا ايش هو. كمان مرة، مش بيعملوا ايش هو، انما بيشيروا لإله. شو يعني بيشيروا لإيش؟ بيشيروا لإله بشكل ضروري، ولا يمكن ان يشيروا لشيء اخر. يعني بميزوه عن سائر الموجودات في الدنيا. بالضبط. يعني زي لما حكينا عن الكرسي، لما حكيت انا مثلا بدي اعرف للكرسي ايش هي. لا مش تعريف، كمان مره اشاره، مش تعريف بالجوهر، تعريف بالرسم. بالرسم. فبالتالي احنا بنشير لمجموعه صفات اللي باجتماعها بتشير الى شيء معين. وهذا الشيء كمان من الممكن اذا بنكون نفرض انسان، احنا بنقدر من النظر له، احنا بنقدر نشوف، يعني مشان نفحص هل هذا هو الاشي اللي بيشير له الصفات، نطلع في عنده نفس ناخذ الانسان. بمشي على اثنين، اسنان عريضه وكان حي. مشان احنا نقول انه هذول ثلاث صفات مجتمعات بقدروا الانسان، وفيش كان حي اخر في عنده ثلاث صفات مجتمعات مع بعض. مثلا الدجاج بس مشي على اثنين، كان حي بس فيش عريضة. عنده سنان عريضة. انا عارف الكرود بمشوش على اثنين، كان حي سنان عريضة بس بمشوش على اثنين، لانه هن مش معرفات ضمن اللي بمشو على اثنين، بمشو على اربعة. بهذا المعنى احنا لما نعرف بالصفات بنشير الى مجموع الصفات اللي بتشير الى، او بنحدد مجموع الصفات اللي بتشير الى موجود من نوع معين. اوكي. اسا بطبيعة الحال منشان احنا من المفروض انه يكون التعريف شامل جامع. بهذا المعنى تعريف شامل جامع، انا بقول انه احنا من المفروض انه ما ننقصش من ايش بيعمل الشيء ايش هو، ما ننقصش من الاشارة، ما ننقصش من تحديد الصفات اللي بتعمله ايش هو. ومن ناحية تانية ما نزيدش، لا ننقص ولا نزيد، لانه لما ما ننقص احنا مش نشتغله. لما حكيت اذا بنزيد
بنشير لأكثر. تمام؟ أقل ودل. بس لما حكيت أنت ما أقل ودل. نعم ما أقل ودل بالضبط. لما حكيت إيش اللي بيعمل إيش هو أصدق عن الجوهر ولا إيش ثاني؟ بين هون بين هون. بين هاد بين هاد. بين إذا بنحكي إحنا عن جوهر بين إذا بنحكي إحنا على صفات. صفات. بالحالتين إذا قللنا نفرض نحكي على صفات. إذا قللنا عدد الصفات بصير بطل لا بصير أقل. ده بطل نقدر نصل للإشي. بطل نقدر نصله. لأنه في أكثر من إشي ممكن يكون هو. بطل نقدر نصله. بس إذا كمان إذا 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 كترنا صفات برضو نقدر نصله. لا نقدر. إذا كترنا صفات لا لأنه بصير هذا الإشي موجود عند كتاب. إذا كترنا صفات. نفرض كلت كترنا الصفات مثلا كلت اجرين تنتين سنان عريضة حي وعين عريضة لا شوي بدك تكمل يعني يعقل ويتلفظ كله هذا بتصير تفوت يعقل وله ايدين تنتين مش بصير اضافه هذا بتفوت انت تفوت كثير كائنات لا اذا انت حكيت نفس الشيء اللي كنت تحكيه قبل بس زدت صفات بالعكس بتخصص اكثر صفات موجودة إذا زدت إذا زدت صفات بتصل إله كمان حسب إيش الصفات اللي بتزيدها لا لا مش هيك أستاذ جمال هو كلك مثلا يعكل ويتلفظ افرض اتفقنا إنه هذول بدلوا على إنسان أوكي هلا وكمان ضفنا صفة ثالثة إنه إله عينين هلا صفة إنه إله العينين موجودة في كل بس هي ما زادتش ما كده ما بتضيف لهي الحالة هي ما ضافتش ولا شيء إذا بتكون كمان إله عينين طيب اطلعت على كل الكائنات الموجودة عندك ها شفت لها عينين طيب فهمنا بعد ايش بدك الصفة الثانية اللي هي عقل ويتلفظ بتطلع لا انا بحكيش عن هاي بحكي انه بمشي عجرتين كان حي واسنانه عريضة زدت عليها له عينين بفيد كاش بفيدنيش بس بدودنيش هذا القصد بس بفيد كاش يعني بقدر اوصل له لسه بقدر اوصل له يعني مش انت بتقدر تصل له نعم ولكن في بهاي الحاله انت بتقدر تصل له ممكن يكون في حالات ثانيه بتقدرش تصل بقول لك حسب الصفه اللي انت بتحطها بالضبط في ممكن تحط صفات ثانيه واللي بتصير بتصير 1000 اللي عندهم هذول الصفات يعني بس لازم تكون مجتمعه كلها مع بعض ممكن يكون 1000 من المجتمعات الخمسه مع بعض استاذ يمكن يكون عندنا صفتين ممكن يكون عندنا صفتين تنتهي يعني بيعتمد على اسف بس بيعتمد على الصفات اللي انت بتحكيها نفرض زي انت قلت كائن حي ما كنتش اسنان عريضه قلت كائن حي كل بيمشي على اثنين قلت عنده عينين له الطب انا عارف بينام بالليل نفس الحيوانات الثانيه كلهم طيب طيب بتعني بدك بتعني بهاي الحاله ايش صار له بيعتمد على الصفات تحددها بس إذا أنت حددت الصفات الثلاثة هدول وزدت عليهم زدت عليهم بفتش شيء مهم وبغيرش بس إذا قللت بيأثر بيأثر أوكي إيش اللي كنت بدي أحكي كنت بدي أحكي إنه ممكن يكونوا صفتان تنتان باجتماعهم بيعملوا الإشي إيش لازم بشيروا للإشي نفسه وإنه إذا أنت بتضيف عليهم أنت فعليا وصلت له قبل ما تضيف الإشي ما أعرف إنه بفيد إيش بس بضرش هذا القصدية بس لو حطته لحاله ما بكفي طبعا لا انا معتمد على اول ثلاث انا معتمد على اول ثلاث طب ازاي شو فايده البيت شو الفايد لا بس هو بيحكي انه بتقدر توصل له لا بس تقدر توصل له بيعتمد على الصفات بيعتمد على الصفات بيعتمد على الصفات تحدد طبعا طب شو الفرق بين تعريف الجوهر وتعريف الصفات الفرق انك استعملت فرق جوهري الفرق بين الاثنين الصفات الجوهريه لا 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 الاولى الاولى الجوهر هو بيعملك ايش انت هذاك بحدد صفاتك بالصفات هو بيشير لايش بيشير لإلك يعني انا بقدر اتعرف على مين انسان ومين مش انسان من خلال الصفات بتعرف. ولكن هاي الصفات هي بتعمل كاش ايش انت اوكي بينما الجوهر بيعملك ايش انت طب كيف ممكن اعرف الانسان بالجوهر؟ يعني اذا خلينا اقول لك ما كيف كيف ممكن اعرف الانسان بالجوهر بالجوهر بدك تقول لفظ متدين قادر على التدين قادر على التدين فقط الإنسان هو القادر على التدين وإذا فقد هذه القدرة ولا يمكن بطل الإنسان بطل الإنسان طيب والتعريف بالصفات زي مثلا يعكل ويتلفظ لا هذه الصفات هي مش يعكل ويتلفظ هاي جوهر اللي حكيت أنت الصفات بمشي على اثنين تقدر تقيمه تقدر يعني بس بضله إنسان
يعني قمت اليدين تبعونه، الرجلين تبعونه، قمت اسنانه، قمت بعرف شو، بضلوا انسان. بس بس بطل تصلي له. عن طريق عن طريق الصفات، هيدي الصفات. وهون بهالحال الصفات مش صفات جوهرية. مش صفات جوهرية، لا. مش جوهر. اوكي، يعني تعريف الجوهر واعتماد على الجوهر اللي هو الصفات الجوهرية. نعم. اما تعريف بالصفات اي صفات. ايش بتصير؟ اي صفات. عدد معين من الصفات مش صفات جوهرية. مش بدها تكون خاصية. يعني مثلا العرب عرفوا الانسان انه هو ضحك بالفطرة. كتعريف بالصفات بالرسم. نعم. تعريف بالرسم هو تعريف الصفات. طبعا الرسم هو الصفات طبعا، ولكن الممكن يكون انسان مش ضحك ومش ضحك ومش ضحك بس بالنسبه لهم المشكله اللي بدي اقولها انا من تجربتنا بتعريف الاشياء، مش ممكن تعريف كل الاشياء بالجوهر اصلا. لا صار الناس ما بتعرفش مرات الجوهر اساسا مش موجود. لا مش بس هيك، لا الجوهر مش موجود، اتوقع انه موجود بس لا ممكن ما يكونش. بس ما فيش شيء اصلا، يعني في شيء اسنس. هاي يعني النظريات اللي بتقول انه في شيء اسمه اسنس، في نظريات انه في شيء اسمه جوهر، وانه انا بتم اعتماده حتى لو قمه الماديه في الفلسفه اسمها ماديه، الفلسفه الماديه. حتى لو في قمه الفلسفه الماديه انا غير قادر على انه انا اثبته. أيوة. انا بجربوش، يعني مش قابل للفحص. هو في الميتافيزيكس مش قابل للفحص اصلا. في الميتافيزيكس مش في الفيزيكس. الناس بتقول لك طبعا انه غير قابل للفحص. شو اللي بخليني اقول يعني ممكن يكونش مش موجود؟ بس ايش المطلق اليوم في نقاش، مش بس من اليوم، من فتره في نقاش، هل حقا الكاتيجوريز اللي حطها ارسطو مظبوطه؟ لا. هل حقا في جواهر ولا ما فيش؟ تمام. طب هلا نيجي بالتالي اسلم انك انت تروح على التعريف بالرسم، بتكون اكثر من قبل، تكون كونسيستنت اكثر بكثير، بس وبكون سليم اكثر بكثير، وبتوصل على نفس النتائج بدون ما تروح على الجوهر. الجوهر مش دائما. اما شو بصير اشكال اذا انت بتعرف بالجوهر، بتعرف الجوهر من محل، وبعدين توصل لمحل اللي انت تدرك انه في جوهر ولا غير حد، او نفرض اذا في جوهر انت مش عارف تحدده، بالتالي تبلش تستعين بايش؟ بالصفات. بالصفات. انت بتستعمل عمليا تو ميثودز منشان تبدا الشجره تبعتك والخرافي تتخربش. بس ما هو برضه في مشكله في تعريف بالصفات، زي كرسي. انه انا اذا جيت عرفت اعرف كرسي مثلا، ممكن. بالنسبه لنا صعب. ممكن لا، تعريف بالصفات ممكن انت تيجي تعرفها وانا اجي اعرفها وجمال يجي يعرفها ونطلع بثلاث تعريفات مختلفات. يعني انت اخترت صفات معينه، انا اخترت صفات ثانيه، واختار صفات ثالثه. لا مش مشكله، هذا مش مشكله. بس السؤال هو هيك، هل اذا انت قلت الصفات تبعتك انا بصل للشيء اللي الكرسي ولا لا؟ لا، فهمنا معي. هذا هو الصفات، هذا هو السؤال. هل اذا هو قال الصفات اللي هو بيحكي عنها انا بصل للكرسي ولا لا؟ هذا هو السؤال. بغض النظر اذا انت وياته اعطيته صفات مختلفات، بغض النظر، بس اذا الصفات بمكنونه من الاشاره للموجود العيني المقصود ولا لا؟ هذا هو السؤال. اذا بغض النظر. طب ممكن ندمج بين اثنين؟ باعتقادي فيه اشكال، لانه هذا بيشتغل في طريق وهذا بيشتغل في كيف طريق. الدمج مثل وهذا مثل. طب استاذ ايش يعني ندمج بين اثنين؟ انت بالاول مع انك انت من الممكن تصل لبناء شجره. هلا بقول انت بتقدر تصل لبناء شجره كامله متكامله بالصفات. استاذ نعم صحيح، قصدي ادمج بين اثنين. مثلا في عندي انسان وتحته بالشجره بيجي مثلا رجل وبيجي مرأة، اروح اعرف الانسان بالجوهر وبعدين اعرف المراه بالصفات. هيك قصدي. بزبطش. هيك قصدي. بتبطل توصل المعلومات. انت بدك تستعملي نفس نفس طريقه التعريفات ونفس بناء الشجره عشان توصل المعلومات. اذا بتستعمل انت طريقتين مختلفتين بدك بالنص بده يكون في مشاكل. هل الجوهر هو الذات؟ اعرفش انا اذا الجوهر هو الذات ولا لا، بس انا بقدر اقول لك انه الجوهر الحكي تبعه هو ضمن الميتافيزيكس، والذات كمان ضمن الميتافيزيكس اذا بدك، والله بيعلم اثنيناتها موجودات ولا لا. وفي نقاش حول هذا الموضوع، في ذات ولا فيش ذات، والذات هي واحده ولا الف، هون النقاش موجود من ديفيد هيوم وجاي. بس الاشي السليم روح على الصفات. الاعتقاد تبعي انه السليم هو انك انت اسلم انك انت تروح على الصفات، لان انت بتنجح انك تحدد دائما الصفات. انا عندي مشكله بهاي الصفات. هلا الصفات انواع، انا عارف انه هلا انك تروح على انه في صفات في صفات جوهريه وفي صفات عرضيه.
مش مهم كيف يعني جوهر لا مش صفات قصدك خصائص مش جوهرية قصدك خصائص عرضية في خاصية وفي صفات عرضية في خاصية ولكن مش جواهر فيش إشي جوهري غير صفات غير الجوهر بس أنت بغض النظر تستعمل خاصية ولا تستعمل عرضية إذا باجتماعهن على اجتماع بتصل اللي بدك إياه بس كلها صفات يعني أنا كان عندي مشكلة في تعريف الصفة بتعريف الجوهر قصدك لا لا في الشجرة إنه تعريف الصفة إيش هو لأنه لما بتقول لي خاصية بقول لك ماشي الحال بتقول لي منوط بقول لك ماشي الحال بتقول لي صفة بقول لك بطلت أفهم عليك شو الفرق بين الخاصية والصفة؟ الخاصية الخاصية لا الخاصية هي ممكن تكون نفرض ضحوك ضحاك في خاصية الإنسان ضحاك بطبعه هي خاصية عند الإنسان ليش يعني؟ لأن هي خاصية عند الإنسان بس هي تماوش يعني هي مش موجودة عند مش موجودة عند كائنات تانية نفرض مش موجودة عند كائنات نفرض إنه مش موجودة عند كائنات تانية بس مش هي اللي بتعمله إيش هو مفهوم انها تعمل ايش وايش هو بس اذا في عندك صفات صفات انا حكيت عليها هي مش خاصيه بس هي صفات يعني اسنان عريضه مش هي اللي بتعمل يعني مش بس عند الانسان في اسنان عريضه في كان حي ثاني انه بيمشي على اثنين مش بس هو مشي على اثنين في كان حي ثاني فبالتالي هاي صفات عرضيه اذا بدك ممكن صفات ايش شكلي اما خصائص صفات عرضيه مش بالمعنى تبع اللون الاصفر والاحمر مش بهذا المعنى مش بهذا المعنى يعني الصفة مثلا اذا تغيرت بتغيرش كانه هذا كرسي يعني اذا كمنا اجري بضلوا بني ادم بهذا المعنى اذا كمنا سنانه بضل بني ادم بهذا المعنى خلونا نصل طب له طب اذا كل الصفات عرضيه لا اذا تحول لجوهر اذا شلنا مخ ما فهم عليك بس انت اذا هي عرضيه يعني اذا بدنا نعرف زي ما عرف الانسان حكينا انه مثلا بدي اعرف الانسان على انه أسنان عريضة وعلى قدم يمشي على قدمين حلو لا إذا شو هاي عرضية وشو منها هاي عرضية طب إيش ممكن أعرف بشي جوهر إيه مش جوهري يعني الصفات الجوهرية إيش يعني صفة جوهرية الصفة الجوهرية بتحكي عن علاقة ضرورية ما بين الشيء والصفة يعني لا يمكن أن يكون كذا إلا إذا موجود يعني إذا فقدها ولا يحمل الصفة كذا ممكن يكون مش يمكن هاي جوهرية وتلفظ سمع مرة لا يمكن أن يكون الشيء كذا بدون الصفة كذا بس يعني هل يمكن للشعر يكون ملوش لون هل الشعر ممكن يكون يعني يكون لوش لون الشعر إذا بتعرف ما كتير هلا دائما إله لون بس ولكن سؤال العلاقة اللي بينه وبين اللون أي لون هلا إشي ثاني يعني اللون أحمر أزرق أبيض أسود إشي ثاني إنه أحمر أبيض أزرق هذا الغرض بس اللون مش متغير طب يعقل ويتلفظ صفات صح؟ في لون خاصية لا هذا جوهر صفة اللي هو إيش أحمر يعقل مش صفة هذا يعقل ويتلفظ يعقل إنسان حيوان عاقل بتعريفه كجوهر ضمن الفلسفة العربية الإسلامية وضمن كل الفلسفات الثانية كجوهر بتعامل معه مش كصفات مش كخاصية ولا كصفات عرضية كجوهر يعني إذا حقا هذا اللي بيميز الإنسان عن غيره معناته هذا هو اللي بيعمل الإنسان إنسان طب يعني إذا أنا بعقل وبتلفظش بطلع بطل الإنسان لا كيف بنسينا بحكي بنسينا بقول مش يعني إنسان إنسان إنما بالحيث المقدرة على التعقل والتلفظ سكونك غير قادر على ممارسة يعني شيء تاني لكن يعني في عندك تخلقي مع مقدرة على الكلام ومقدرة على ممارسة المقدرة على الكلام فبالتالي انت عندك قدرة على الكلام بس ما عندكش مقدرة على ممارسة المقدرة على الكلام شغلتين مختلفتين يعني واحد مجنون يعني انت نفس واحد بيخلق مكرسح بس في ناس بيخلق ما عندوش الاشي تمام الانسان حيث كونه انسان هو قادر بيخلق مع مقدرة على المشي لما بتكرسح هو بطل في عنده مقدرة على ممارسة المقدرة على المشي بهذا المعنى هذا التعريف بالتصنيف كتير واسع مسألة مضبوط يعني وكمان يعني بده زي مخ مصنف زي يعني احنا الأسماء هي تصنيفات صح الأسماء هي تستفيد من أسماء مثل لا عند الأسماء عند العرب على سبيل المثال هي مش بالجواهر بالأساس يعني معظم الأسماء
هي بالصفات. بالصفات. بالصفات مش بالجوهر. مش بالجوهر. لا بينما في ضمن الحلقة التاريخ الفكر الأوروبي الأسماء بتروح للجواهر. يعني في جوهر. لا مش بدون يكون في جوهر. مش بدون يكون في جوهر. شو سموه؟ هم بفترضوا هيك. نعم. افترضوا. بيعطوا اسم. نعم. بالتالي شو الجوهر؟ أنا بكون أنت كمان كأنه بتقيمي كل إشي. بتجرديه. ممكن يكون تابع لمحلات تانية وبخلي بس اللي تابع لإلك. بدي أحكي شغلة. يعني ممكن أنا من مشاهدتي من طفولة لكرسي صرت عارفة إنه من وين لوين من وين لوين طفولة يعني من يوم ما ولدت بداية التعقل ولا إنه أنا عندي شكل معين للكرسي. أنا باللاوعي أنا زيك إني عاملة صفات معينة جوهرية أو صفات اللي بتجعل الكرسي كرسي ومدركتها. بس أنا لو تيجي تحكي لي تتعامل معي بالتصنيفات مش بالأسماء وتقول لي كل ما هو له أربع أرجل ويستخدمه الإنسان أو يعني ممكن أدق يعني ممكن ما أندلش على إنه أنت بتحكي عن كرسي طالما أنا بستعمل كرسي شوي. بس أنا لازم أقولكم إنه كمان لأرسطو كمان الكندي مش بس الجوهر هو اللي بيعمل إشي إيش هو كمان الشكل الجوهر والصفات مع بعض الشكل 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 مش الرسم الشكل الشكل الصورة الصورة التعريف تبعها عند الكندي هو الشيء الذي به الشيء وما هو الصورة نفس الشيء عند أرسطو فهيك أسهل يعني وجود الصورة مع الجوهر لأنه الإنسان بتحس إحنا منصنف أكثر صور يعني ممكن إحنا بصراحة منصنف الناس يعني لأنه هذا إشي له علاقة باللغة الناس بتطلق وبتميز وإشي وبستمر أنا مش اللي بتلقوا الفلاسفة مش الفلاسفة اللي بيعملوا هاي الناس ادوات فاحنا الناس العاديين بيستعملوا اللغه هون وبتركوا صفات وبتركوا مسميات وبيميزوا اشياء عن اشياء هم اصلا بتركوا اسماء جديده مرات عشان يميزوا اشياء عن اشياء بدون ما باحساس بعرفش كيف اوصفه فمرات يعتمد على الجوهر مرات يعتمد على الشكل مرات يعتمد على الصفات مرات يعتمد على مرات لا يعتمد على استخدام مرات مرات لا يعتمد ولا على اي شيء مرات لا يعتمد على فهم خاطئ مرات على جرس الكلمه بيعمل مزبوط بيعمل بالتالي يمكن اعتماده وبالتالي لا يمكن اعتماده بالعلم مثلا تمييز بين فواكه وخضار احنا كثير خضره بنحكي عنها فاكهه لا يمكن اعتماده تمييز الناس اه بس تمييز العلماء في فرق بين الفاكهه والخضار في شكوك حول الموضوع هذا في شكوك حول الموضوع زي مثلا حبه التفاح علمت مؤخرا انه حبه التفاح كان يعني صار تصنيفه وهذا ما كانش زمان بالعلم علميا فوت البندور على محل والله ما اعرف وين فوت لا هلا حبه التفاح صار كان حي شو كان حي طمنيح انا بحب التفاح شو كان حي بعرفش يعني بس هذا كان مثل ضرب لي احد الزملاء يعني حدا بروفيسور في الزراعه وحكى انه يعني هذا مش زمان كان يعني جديد صار يعني بتحس التفاحه صنفت التفاحه ككائن حي لا ما هو اللي هم شو تعريف كائن حي بيعرفوه من ناحيه بيولوجي ففي العلماء لهم تصنيفات مش لما الواحد بيكتشف نبته بيكتشف شغله بروح بصنفها قصدك الثمره بحد ذاتها انت الثمره انا بحكي لا الدول بس الدول المتأخرة كانوا مشتشفينها كتير ما أنا سمعت إنه عندهم إحنا في عندنا العرب إنه الأوراق الأوراق عندها المقدرة على وعي الثقافة الإدراك تبعها يعني هي بتقدر تصنيف معرفة تدرك الإدراك تبعها عند الذكور والإناث وتصدق بما يتناسب الذكور لأنه كل الزهري زهري كل درجات الزهري زهري فبالتالي إذا هذا الحكي صحيح معناته في مشكلة عندنا بكل التعريفات وكل التصنيفات اللي جابوها الناس تعقدوا الأمور هيك معناها فمشان هيك يمكن أضمن تروح على الشكل أو تروح على الصفات شكل عليك بالصفات يا هاد يا هاد هلا المحير في الشكل لانه بتصير تدخل في المكان في الحيز المكاني والحيز الزمني يعني هيك لما بفوتوا على كاتيجوري والله شكل الطاوله بده يكون في مكان وين هذا الشكل اخذ حيز بس ليش بتفكر انه الشكل لازم يعني مشان ناخذ الشكل في الاعتبار لازم ناخذ المكان والزمان في الاعتبار عشان اقول ان هذه كرسي مثلا وين بدها تكون موجوده عشان تكون هذه جامعه عشان تكون هذه طاوله بدي انا احكي عن علاقتها بالطاوله اللي جنبيها يعني لو شفت شيء منظر زي الطاوله تحت البحر مش راح تربط انه طاله هون
لا مبلا بنحكي طاولة مش طاولة ممكن أشياء هي مش طاولة ولا مستعملة كطاولة بس إحنا بنشوفها بعيد وهي بعتتنا هيئة الطاولة من نحكم علينا طاولة حتى ممكن ما تكون في أشياء كتير مش عجل مثلا بس نحكي عنه عجل السباحة وعجل الأبصر شو أنت قصدي تحكي عن الثقافة هذا شيء ثاني يعني بمعنى انه انا في فتره زمنيه تاريخيه معينه كنت اصنع كرسي بطريقه معينه اللي اليوم انا بعرفوش وبالتالي اللي هني كانوا يقولوا عنه كرسي انا اليوم بعرفش انه هذا كرسي انا شفته بالضبط بالتالي هذا مش ايش له علاقه بالزمان والمكان بالتالي بس يمكن له علاقه بالثقافه وكونه تاريخي يعني بدخل عندك عوامل تانية لما بتبدا على الشكل بتبدا تصنف على الشكل بصير انه انا يعني اكثر مش كافي انه انا اطلع على شكله يعني في بعض الموضوعات مثلا بتيجي بتقول لي حصان بقول لك اوكي بس لما بتيجي بتقول لي قلم ببطل قادر انه انا اصنف بس بناء على صفات معينه بصير صفات معينه تكفي ل 1300 صفات معينه تكفي ل 1700 صفات ل 1900 تختلف مثلا تاريخ البلد جغرافيا البلد مفهوم جندي مفهوم مواطن مفهوم هاي مثلا بالذات في المفاهيم هلا في الاشياء الماديه اسهل ما عنديش مشكله لانه كرسي وين ما كرسي حتى لو كرسي تحت المي ولا كرسي فوق المي هلا اللي احنا متفقين انه هذا حطيناه في المي ولا حطيناه على الحيط بس كيف بتحكي الكرسي بس لما باجي عم بحكي عن مفاهيم معينه انه مفهوم المواطنه الحريه مفهوم الحريه مفهوم نظام الملك نظام الحكم هذه بالنسبه لانه شو اللي محطوط فيها كمان هذه متغيرات هي اساسا ما لهاش شكل رجع نحكي نقيم بس انا بقولها مفاهيميه فلا هذه لما انا باجي بقول انه والله هذه بدي اعرفها بناء على الشكل بصير التحدي على اكثر من مستوى جغرافيا فلسطين الخارطه الفلسطينيه في واحدة فيهم لا هي واحدة ايوه بالضبط انا واحدة فيهم لا بس الاحلى التاريخيه المعروفه هلا لا عشان لا لا عشان عشان بقول لك الضفه الغزه لا لا عشان نركز هلا خلينا يعني نخرج شوي من السياسي بس مثلا هات نقول مثلا لما تقول مصر طب افرض انه انت كم من الخارطه 1000 دنم نعطيها لليبيا بدل مصر طب شو اللي خلى مصر مصر بس مصر موجودة تاريخيا يعني لو غيرت الحدود مرات بتغييرات معينة بتأثرش على مصر السودان ظلت السودان مع انه ظلت السودان احنا حالنا زعلانين مش قادرين نتخبر في السودان بأي معنى ظلت السودان بأي معنى ما هو السؤال وهذا هو بالضبط السؤال بأي معنى هل كان المعنى بالجغرافيا بمعنى انه الحدود الجغرافية بالضبط لا بالتالي هل بدخل المكان ما فيش ولا شيء بيساوي السودان سودان سوى انه مسميها سودان شو في فيش ولا شيء بيعمل مصر مصر سوى انه من كل مصر اصطلاح يعني اصطلاح بيعمل اعتباري فيش شيء بيعمل اصطلاح اجتماعي حدود الثقافة واللغة وهذا بدك تميزه عن السؤال تبع المواطن اللي حكيت عنه انا يعني انا بخش بين 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 هذا وبين هذا لا انه انا لما باجي بستعمل آلية لتصنيف معين زي مثلا الشكل هل بتقدر تمشي معي كل محاولاتي ولا بعد فترة بقدر اقول لا انا في بحاجة لعوامل اخرى عشان ادقق انا بحاجة لعوامل اخرى عشان الشكل لحاله يعني انه الشكل لحاله مع ايش بزبط مع كل الفيزيكال اوبجكتس بس طيب بعد ما وقفنا عن الفيزيكال اوبجكتس لما دخلنا على المفاهيم على الابستراكت بطل بقدر اعرف الشكل ولا بعرفها بشيء كيف بدك تعرفيها بشيء بالضبط بطل لا ولا بصفات ولا بجوهر ولا خلينا ناخذ الحب نضربه مثال هذا 63 درجة حكي مالك هلا انت ميزت بين الحب والهوى والغرام وال 63 درجة لا بس لو اخذتي واحد منهم مثلا الحب لأنه صار في جدال عنا عليه هلا هل في تعريف علمي يعني احد البروفيسورة أمريكية عالمة أعصاب حكت لي كديش حاولوا يعملوا مخطط للأعصاب مخططات عصبية لاكتشاف شيء الهرمونات يعني عرفوا الشيء منها علمية وما تمكنوش الفلاسفة كمان ما اتفقوش على تعريف معين مثلا لهي اللي هي طبعا الكل مجمع انها عملية شعورية بس ما اتفقوا على تعريف مثلا الحب او الكره اوكي يعني مش قادرين يعطوها صفات مميزة بصراحة اوكي يعني لا في صفات لا بنقدر نعرفها بالصفات ولا بالجوهر الروح فحالات زي هيك
أنا رأيي إنه لحد الآن بما إنه العلم يعني أنا دائما بقول أعلى المراتب المفروض تعتمد بالتعريفات هي العلم، العلم التجريدي. وإذا لم يوجد جواب بالعلم فيجب السؤال الفلاسفي، لأنه يعني معناها إنه الناس فكروا فيها كثير. وإذا لم يوجد جواب عند الفلسفة، لا العلم ولا الفلسفة، ما شاع تقريبا عند اللغويين، اللغويين اللي هم يتحروا ما يقول الناس فقط ما بدون تفكير فلسفي ولا علمي. ففي إشكاليات، في إشكاليات في العمليات، في العمليات، في الأفعال، في هاي، في إشكاليات في التعريف في الصفات، في إشكاليات برضو في التعريف في الصفات عند الأشياء اللي بنسميها social objects أو موجودات اعتبارية، زي شو الجامعة، جامعة بيرزيت ككيان اعتباري مش كبنايات، شو كيف نعرف مصر أو السودان أو فلسطين أو الآخرين. كمان في إشكاليات في اللي هي شو تعريف زي ما حكت الدكتورة هنادة، شو تعريف المجردات، حرية، العدل، شو تعريفاتها. لا في، لا بتقدر تعرفها لا بالجوهر ولا بالصفات، وكأنه لا بالجوهر ولا بالصفات، لأنه مش سهل إنك توجد لها صفات مشتركة، مع إنه شعورا على فكرة، مع إنه أنا برضو أنا بحكي هيك برضو بنفس الوقت بدي أناقض نفسي بإنه أنا لو شفت حالي يعني مثلا كل شو تعريف الديمقراطية وبتسأليني بقدرش أعرفها، وجوز ما حدش قدر يعرفها، أو كل واحد بعرفها من وجهة نظره اللي بده يعطينا إياها، بس مش تعريف بالصفة. بس أنا لو شفت حالات حكم، أنظمة حكم، أنا بقدر أقول إنه هاي ديمقراطية، هذا الحكم ديمقراطي ولا هذا الحكم مش ديمقراطي. لو شفت حالات حب بقدر أقول هاي الحالة هاي حب ولا هاي مش حب، اعتمد على إيش تقول إنه هاي على إحساس. هلا هون المشكلة، هون المشكلة. لا تراكمات معرفية عن الموضوع، بعرف إيش من أجرت هاي التراكمات، وكأنه في معرفة هي مش إحساس. مش في معرفة موجودة، تجربة مش المعرفة، هذا إيش المعرفة. بغض النظر تجربة أو معرفة، وأول مرة أنت بتقول شو، لما أنت تجي بتقول أنا إذا بشوف أنظمة مختلفة ديمقراطية بصير أعرف شو النظام الديمقراطي عمليا، في عندك تعريف اللي حسب يقول لك هذا ديمقراطي هذا ديمقراطي هذا ديمقراطي، بس ضمن الموجود هيك انا حصلت حالي انه مقالب غيره اصلا. بس ضمن التعريف شو ضمن التعريف يعني، يعني بالاساس اللي يكون في عندك تعريف عشان تقول هذا ديمقراطي وهذا لا، صحيح احسن من غيره. بشوف مثلا اذا فيش تعريف كيف بدك تعرف انه ديمقراطي؟ لا لا، هل هذا التعريف؟ طب كل انت اللي بتحكم عليه اكتب لنا اياه، بقول لك بعرفش. لا يعني كل عارف الديمقراطيه بعرفش، ورجيني دول او انظمه حكم بقول لك هذا ديمقراطي هذا مش ديمقراطي. بس في شروط، لا هذا في حاله، هون في حاله تناقضيه اللي انا قلت قبل شوي مسموح الانسان يتناقض مع نفسه، بس هون في حاله تناقضيه مش تسمح لحالك. فيش امكانيه انك انت تشير لنظام ديمقراطي إلا إذا كنت فاهم مسبقا إنه في شو النظام الديمقراطي. طيب ماشي اكتب لي. مش إمكانية. مثلا. وفي ما هو النظام الديمقراطي معرف. طب اسمع أبسط مثال. لو أجيب لك أي، لو أجيب لك أي موجود تقدر تقول لي هذا إنسان ولا هذا مش إنسان، صحيح؟ بس أنا معرف لي الإنسان على مستوى شكله. ماشي. لا معروف لي لي. كشكله. طبعا شكله. طب شو شكله؟ الشكل اللي أنا شايفه قدامي. ما أقدر أرسمه، ما أقدر أقول لك نعرف طوله قامته مشيته، لا أنا بقدر أعرفه، أنا بقدر أقول لك شو الصفات تبعته. طب فبالتالي عليه أنا، فبالتالي أنا بكون أنا في عندي حسب إيش أنا بقوم في عملية التصنيف تبعتي، وحسب إيش أنا بقوم في عملية الإشارة تبعتي، بدون ما يكون في عندك ضش تعرف. يعني إذا مرة شفت إنسان ولا ما فيش عندك أي تعريف، لا لا بحكيش أنا بالشارع ضش تعرف مين إنسان مين لا. طب أرد على مصطفى بس قضية الحب، بتعرف إنه الأساتذة مش سوري الأخصائيين الأعصاب أخذوا الحالات اللي عندها هذا قلبها مكسور broken hearts agony، وعملوا لها تصوير لمناطق في الدماغ، المناطق اللي بتحس بالألم، لأنه هاي يعني هاي studies لسه طيب. دراسات نفس المناطق اللي بتأشر للألم، لأنه واحد مثلا إيده محروقة هي نفسها اللي بتأشر للألم في حدا بقول لك أنا قلبي مكسور.
نفسها فيزيكلي المخ تبعنا عم بعطي اشارات على الالم وعم بتعامل معها فيزيكلي انها موجوده وبالتالي انت بتقدرش تقول انه انا والله بقدرش اشر على هاي الصفه في كمان يعني اذا انت بتروح على لا انا اللي بقوله مش هيك لحظه انت شفت المثال بعرفش طبعا علميا اذا بروح على علم النفس وبجي بقول لهم طب يعني هلا مثلا في سيمتومز معينه في اعراض معينه انا بقدر او صفات معينه لهذا الشخص اللي قلبه مكسور بقولوا لي اه مثلا قله الاكل ولا زود الاكل في عناصر في المانيا في الديبريشن اللي هي ديبريشن بس مش زي بالضبط المريض اللي عنده ديبريشن طب اساسا الديبريشن نفسه يعني نو في كمان الديبريشن نفسه بقول لك انه نقص سيروتونين في الدماغ يعني اذا انا بنقص عندي هلا ليش العلاجات الكيماويه لمثلا لحدا عنده احباط او اكتئاب سوري انه بعطوه سيروتونين بقولوا لك لازم تاكلي موز وتاكلي شوكولاته ولازم تعملي هاي كيميكال امبالانسز يعني حتى الساينس لما حاول انه هو يقرب ما اعتبر انه الحب غير قابل للتعريف بالصفات مش هذا المقصود انا هو عمل اسامبشن انه بيقدر يعمل تصوير طبقي للدماغ ويتعرف على يتعرف على هاي الصفات الهرمونية أنا بدي أسميها أو الكيماوية أو الكهربائية كمان على فكرة في الدماغ بس تلعب نتيجة لحد الآن طبعا إحنا العلم لسه بجوز بعد 1000 سنة يكون عندهم نتائج بس لحد الآن لا بس أنا ما بقدر ما كدر بس زي ما حكى لك جمال بالنسبة للديمقراطية إنه أنا لما باجي بدي أقول للطلاب في الصف إيش الديمقراطية عندي على الأقل 5 أشياء لازم أكون إيش حاططها في بالي قبل ما أقولهم إنه هذا نظام ديمقراطي ولازم أحكي لهم إياها لهدول الطلاب إنه يا عمي تعالوا إحنا بنعرف الديمقراطية مثلاً بشرط انتخابي بتتم عملية انتخابية ولا بتتمش بتم أخذ الرأي بالمشورة ولا بتتمش أخذ الرأي بالمشورة هل بتم أخذ بعين الاعتبار الأقليات ولا بتمش فعندي عوامل بقدر أستعملها كصفات إذا بدكم عشان أأشر على النظام الديمقراطي في عنا ستاندردز يعني إحنا بالضبط في عندي مجموعة صفات فالحب لا يختلف عن الديمقراطية هلا بس المؤشرات على الصفات زي ما حكى جمال الصفات اللي أنا بستعملها عشان تطلع معي ديمقراطية ولا الصفات اللي بتطلع معي عشان حب آليات فحصها ممكن تختلف يعني ما بحط نظام وآليات تحليله ما بحطها تحت مجهر وما باخدها على MRI على سكان بقول تعالوا نشوف دماغ هذا اللي بفكر إنه في نظام ديمقراطي شو بطلع زي ما مثلا ما فكرنا إنه هذا دماغ مفهوم آليات بس أنا استعملت آليات. هوني تمام بس هوني أنا استعملت آليات وصفات عشان يطلع معي ديمقراطية وآليات وصفات عشان ما يطلعش معي ديمقراطية اللي هي ديكتاتورية أو اشتراكية وأنا مطلع من الأنتر ممكن انت تحط صفات وتصنفيها وتيجي تحكي لي كذا الدوله الديمقراطيه هي التي يكون حاكمها كذا وشعبها كذا ممكن انا ما اتفقش معك يعني بتصفي كمان حتى وتيجي تعرفي ليش ما تتفقش معي لانه انا مثلا مش شايفه انه من الديمقراطيه مثلا انه كل يعني انت شفتي من الديمقراطيه مثلا كل فئه الشعب تكون ممثله في البرلمان مثلا اقليات واكثريات انا باجي بحكي لك لا انا شايفه الديمقراطيه يعني مفهومي للديمقراطيه هو انه مثلا مفهومي انا الخاص انه تكون الدوله في احسن احوالها بس انا مثلا هيك مصنفتها في مفهوم ديمقراطيه محطوط بكتب حتى يعني ما هو هو صفين صياغات طبعا في صياغات بس يعني انه الديمقراطيه مش ايش بالنسبه لي بس الفورم ماخذ الفورم الشكل تبع الديمقراطيه وفي مش مش ماخذ الشكل في تعريف وحسب انا بقول عمليه تصنيف ما فيش ممكن في اشياء ما تبنيها هي الديمقراطيه اسهل بس مثلا عن جد نرجع للحب مثلا يعني هو والحب والعواطف كلياتها اي مشاعر حتى الخوف ممكن تحكي الادرينالين ده تفاعل بس انا بديش يعني مع انا مع اللي بيحكوا مثلا انه بالطب بيحكي لك انه اغلبه نفس يعني هذا اللي بيحكوا الاختياري واللي بيحكوا الدكاتره كمان انه النفسيه بتاثر على الطب ايش هي النفسيه يعني ايش الشيء اللي قبل ما ياثر على الاعصاب انها او ياثر انه يفرز الادرينالين او ياثر انه يفرز اي هرمون ايش هو هذا الشيء اللي ياثر ايش انا هذا هاي النقطه اللي بقولها الاختري بقوله مزبوط الاختري فاهمين انه في شيء اسمه نفسي وعندهم التجربه بس لو تسال ايهم تسالهم شو يعني النفسي بقدرش يجاوب بالتفصيل ولا تسال الفلاسفه مرات بقدرش يجاوبوا وتسال العلم بقدرش يجاوب بينما ما حدش عارف يوصفها بس عارف الناس عارفينها بقصدي اقول في كذا عارفينها لا 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 مثلا ناخذ الحاله الشعوريه تبعت ناخذ حالات شعوريه مختلفه ناخذ تبعت ناخذ الالم ناخذ الالم الاول ناخذ هاي حاله حسيه بعدين نروح على حاله شعوريه صحيح كل
نفرض انه صحيح كل الالم بنتج نفس السيرورات الفيزيولوجيه نفرض ها، ولكن وبالتالي احنا من السيرور الفيزيولوجي بنقدر نتعرف على طبيعه حاله الالم ونوعه عند البني ادم، بنقدر نتعرف. بضل ايش؟ بضل السلوك تبعك بالالم بحد ذاته، ونحن بنعرفه احنا عايشين نفس الحضاره الثقافيه، معناته لما انا بساوي بهي الطريقه انت بتعرف ايش انا معناته، انت بتعرف انه يعني انت في شكل في كيف انا قاعد بس بلوت بطريقه معينه اللي من خلالها انت بتقدر تصنفي هذا عنده وجع بطن ولا عنده وجع راس، تمام؟ فبالتالي احنا في عندنا كيف نصنف. كذلك الامر بالنسبه للحاله الشعوريه نفرض حب، احنا بنعرف شو يعني حب، مش لانه احنا قادرين نعرف نفرض مش لانه بالضروره نكون قادرين على تعريف الحاله الشعوريه هاي، ولكن احنا بنعرف شو السلوك اللي بترتب عن حاله حب او كيف الانسان بتطلع على انسان لما بيكون في عنده نفرض العينين. بس في احيان بحاله حب بالتالي احنا بنعرف ايش هي الصفات اللي بتدل على حاله حب عند فلان، من كيف بتطلع عليها، كيف انا عارف بلامسها، كيف بحكي معها، كله هذا بشير لحالة حب احنا بنعرفه. بس بتفاوت، ممكن جدا مثلا يكون في حالة حب وما التقوش ولا مرة وما تطلعش عليها يعني، ولا ما فيش حاجة لكم عشان يصير في حالة حب يعني صفة اصنفهم انهم حب وهم لا تطلعوا ولا تلامسوا ولا تعمل مع كل حسيات ولا كل، ومش وممكن كمان ما حكى لهاش ولا بعمره الكلام اللي ممكن يصنفه ساعتها فيش امكانية نعرف انه بحالة حب. لا ممكن فيش امكانية لازم مش امكانية، يا انه بدنا نشوف السلوك تبعه، يا انه بدنا نشوف كيف بتطلع، يا شو بقول، يا شو بحكي، كيف بحكي، او انه بقول انه انا بحبها، يعني فيش ولا واحد منهن كيف تعرفي، فيش كيف تعرفي، ولكن مجبورة تشوفي سلوكيات من نوع معين مشان تقدر تعرف انه فلان موجود في حالة حب. يعني هو بدك تحط احتماليات او لا او اذا لا مش احتماليات، فيش احتماليات، احنا بنفهم على بعض حقيقة في العلاقات اليومية تبعتنا، لما كيف بتطلع نفرض عليها بتفهم علي بديش حتى خاطر تفهم علي هالأكيد، ومشان هيك احنا بنقدر نكذب كمان عشان نكون عارفين يعني إمكانية الكذب واردة، لأنه احنا في كل شيء، لأنه احنا قادرين، لأنه احنا بنعرف السلوك الدال على شيء معين، بالتالي انا بسلكه وبالتالي بقدر اكذب عليك. هذا شو بقول احنا بنعرف مش بنعرف ايش، وبدون هاي المعرفة احنا ما بنقدر نكون عاملين تصنيف. يعني مش تعريف دقيق بال 100% زي تعريف انه انا ما بحكي عن الجوهر هسه، يعني هو مش ممكن يكون شيء انا ما بحكي عن الجوهر، ما بقدر اقول لك شو اللي بيعمل حب، ولكن انا بقدر اقول لك ايش الصفات، ايش السلوكيات اللي بتشير باجتماعها لحاله شعوريه من نوع معين. وضمنها احنا بنقدر نميز بين انواع الحب المختلفه، بين اذا بدك حب لابن، حب لا طبعا، حب لابن، حب لأبو، حب لامرأة، حب لزوجة، حب لعشيقة، كلهم نميزوا احنا مسميات. ايش اخر واحدة بس؟ طبعا والعرفان، لا اول واحدة العرفان، اخر واحدة العرفان صح؟ طلع نعم صفاي اخر واحدة، خلينا ناخذ بريك، ها اخذنا بريك. اول واحدة ما بده 200 هجري، 200 هجري بنحكيش عن ميلاد، بحكي على فلسفة، يعني انا على الفلسفه الاسلاميه ببلش احكي عن الهجره، بحكيش عن الهجره. هي مثلا الصوره، هي الصوره، هي الشيء الذي به الشيء هو ما هو، هاي الصوره تعريف تبع الكندر يعني. الشيء لا نفس تعريف الصوره، هي الشيء الذي به الشيء هو ما هو، نفس تعريف الجوهر. لا الجوهر تعريف تبعه هو القائم بنفسه، هو القائم بنفسه، تمام؟ يعني يعني الصورة غير قائمة بنفسها، هيك معناها الجوهر هو القائم بنفسه وهو حامل الأعراض لأعراض لا تتغير ذاتيته. فش الجوهر يعني مثلا إذا بنحكي الجوهر من تعريف أنه هو مش داخل الزمن، ما بتغير ضمن الزمن، هو ثابت لا يتغير، هذا الجوهر، وهو بالتالي ما فيش تأثيرات ما بينه وبين غيره. هذا بتقدر تميزه انت عن الصورة، لا الصورة غير قائمة في ذاتها، فيش صورة قائمة في ذاتها، وهذا اختلاف جوهري، فيش صورة قائمة بذاتها، فيش صورة قائمة بذاتها، صورة هي دائما شيء. دائما منوطة بشيء، طبعا دائما هي صورة شيء معين، ولا هل هي منوطة بشيء ولا متعلقة بشيء؟ منوطة
ايش قصدك بعلقها بشيء؟ شو رايك معي؟ منوطة بشيء، ذات مدركة ومدرك وإدراك، يعني أنت بتقدرش تكون الصورة هي صورة شيء دائماً. بس أنت سمي كل منوطة كل متعلقة إيش بدك، بس هي صورة شيء دائماً. لا إحنا عشان فينا نقاش على كلمة، نستعمل كلمة منوط ولا متعلق ولا معتمد. بس حبيت يعني أغازلك. تعريف تبع المكان، دائماً كنت أسأل عنه. تعريف تبع المكان عند الكندي هو نهايات الجسم. المكان هو نهايات الجسم، ويقال هو التقاء أفقي المحيط والمحاط به. المحيط والمحاط به، شوف هو التقاء أفقي تبع المحيط والمحاط به. أفقي هنا سبيس معناها أفقي، بس هو نهايات الجسم. هذا الجسم، هذا المكان، آسف، هذا المكان. الزمان جميل، جميل جدا. مدة تعدها الحركة غير ثابتة الأجزاء. مشان هيك ما فيش مشان هيك عند الكندي ما فيش زمان بدون مكان، بدون حركة، أو فيش زمان بدون أجسام. وإذا في جسم في حركة وفي زمن، الثلاثة مربوطات مع بعض، جسم وحركة وزمن عند الكندي دائما مع بعض. زي الإيمان، زي الإيمان والعمل الصالح دائما بروحوا مع بعض. الدين أنا بروحوا مع بعض. إذا كان في حركة معناته في جسم، معناته في زمن. إذا في زمن بدو تعمل استنتاج إنه في حركة وفي جسم. هلا الكندي عشان هيك بوفو لما عملوا الستاتيال والتمبرال حطوها على نفس اللاين، لما حطوا الاوبجكت والمومنت والايفنت حطوا ايش؟ لما السلايد اللي شفناها في البوفو المره الماضيه حاطين الزمن معاهم، حاطينها على التعريف لان شوف التعريف تبع الحركة، التعريف وكل مصطلح بيستعمله بده يعرفه. هذا الشيء حكينا عليه في اول لقاء اذا بتذكروا. اول لقاء الحركة، تبدل حال الذات، هاي الحركة تعريفها. بعدين بيجي للزمان، يعني بعد ما يعرف الحركة بيعرف الزمن، لأنه مستعمل كلمة حركة في تعريف الزمان، بالتالي لازم يقدم في تعريف الحركة بالأول، فعرفها بعدين راح للزمان مدة عدها الحركة. طب بالمناسبة أستاذ جمال، هل في كتاب للكندي يفسر أكثر هذا الكلام، هاي التعريفات؟ طبعًا. لا كتب تبعت في الرسائل تبعته، رسائل الكندي في كل شيء له رسائل. موجود عندك كتاب؟ طبعًا عندي. يعني لو بدي بحطه، أنا بفوته على هذا اللي قلت لي إياه دروب بوكس. بحطه هناك. يعني قصدي اقول انه هلا معرف بثلاث اربع كلمات اختصارا طبعاً. ولكن هو بيعمل تفسيرات، تمام، بيعمل تفسيرات للتعريفات تبعته، طبعاً بيعمل تفسيرات لتعريفه للزمان، كتير جميل بيعمل، وللحركه طبعاً. بس انا باعتقادي التعريف تبعه للحركه، تبدل حال الذات، هو كتير له علاقه في العرب، كانه انا بحاول ارجع لهناك. يعني بحاول لأنه هناك كان يوقف على الحركة كل الوقت. يعني الوقوف تبعها على معرفة الأشياء، على خصائص الظواهر في حركتها، فبالتالي على تغير خصائص الظواهر في حركتها. يا جميل، بهذا المعنى. في تعريف جميل، الصدق أنا أذكر التعريف تبعه مسبقا، التعريف تبعه للصدق، ولكن في تعريف جميل للإبداع. وإخراج شيء عن ليس الإبداع، بس يعني بدي أشوفه، هو إخراج شيء عن ليس. بس هنا جميل تعرف إيش التعريف تبع ليس أمام التعريف تبع الأيس، وله مأخوذ بوضوح، مش إنه هذا تفسير من العرب، كيف عرفوا الأيس والليس. الليس هي حالة انعدام تام، انعدام مطلق الليس. فبالتالي مين بيطلع المبدع الواحد والوحيد اللي في عنده عمل إبداعي؟ الله هو ما يستطيع إخراج الشيء عن ليس، لأنه حالة الليس هي حالة عدم مطلق. هو إذا بدك هو حالة انعدام للأيس بما هو أيس. الأيس يعني اليأس؟ لا، ليس الأيس والليس.
إيش هو الأيس؟ الأيس هو الوجود. أيش؟ وحالة الأيس هي حالة الوجود. فبالتالي حالة الليس هي حالة انعدام لوجود، حالة انعدام مطلق لوجود. دعنا من هلا كيف الله وحده من يستطيع القيام بفعل إبداع، وهو إخراج الشيء عن حالة ليس، إخراج الشيء عن حالة عدم تام مطلق. طب واللي بيخترعوا أشياء اللي كانتش موجودة قبل؟ كم؟ هي موجودة. إيش؟ إيش قصدك؟ اخترع الجوال. اخترع الجوال. مثلاً. اخترع الكهرباء. أوكي. كهرباء إيش موجود؟ ظاهرة موجودة من قبل. يعني بس هو عمل إشي يعني ما كانش بشكل خارجي. لا 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 إخراج الشيء عن ليس، إخراج الشيء عن حالة عدم مطلق. يعني ولا مكونات ولا أشياء. هذا الإبداع. ولكن كلنا نفذ سوينا كهرباء، سوينا مي، سوينا تليفون، سوينا ما شو، هاي مش إبداع. ولا إيش؟ أنا ممكن نسميه فن، ممكن نسميه إيش بدك. يعني أنا ليس هناك خلاق، ممكن نسميه، بس مش إخراج شيء عن ليس. يعني ليس هناك إبداع، هيك بدك تقول. ليس هناك مبدأ. إلا الله. بالمعنى تبع إخراج الشيء عن ليس. بالمعنى تبع الكلمة. نعم. نعم. بتعريف الكلمة. بس إذا بدك هن ماخذين مثلا كلمة فنان وهو بيقول له مبدع، ليش؟ مش لأنه مش لأنه هو بيكون في عملية إخراج الشيء عن ليس. لأنه بيكون في عملية إخراج شيء عن حالة انعدام الصفات تبعت الشيء اللي خلقه. يعني مثل من الطينة اللي هي طين وانت شكلت منها شيء معين، بالتالي الطينة ما فيش فيها الشكل بحد ذاتها، تمام؟ ولكن الطينة هي مش حالة عدم مطلق بهذا المعنى. من هنا حكى كمان أنه الفنان هو مبدع بهذا المعنى، أنه أخرج صورة عن لا صورة. طب هل هناك كتب زي هيك؟ الغضب، إذا نروح إذا بنحكي على الغضب، غليان دم القلب لإرادة الغيظ. شو الغيظ؟ غليان الغيظ واحد غيظ. لا غليان دم القلب لإرادة الغيظ. دم القلب. هذا الغضب. يعني نعم يعني لو الحقد مثلا هذول حالتين شعوريتين. غضب يبقى في النفس على وجه الظاهر. الحقد وحقيقة غضب يبقى في النفس على وجه الظاهر، على وجه الظاهر، ظهر وزمن. انه الحقد يعني انت ممكن تغضب بس غليان، بصير عندك غليان دم القلب بس بيخلص. الحقد هو غضب ولكن لا ينتهي ويبقى في النفس. جميل. الإنسانية، إذا نرجع على كل التعريف تبع الإنسان، يعني الإنسان هي الحياة والنطق والموت. لما نحكي عن نطق نحكي كمان في طبيعة الحال عن حالة تعقل، لأنه فيش إمكانية نطق بدون حالة تعقل. أستاذ هذا نتحكي عن الجواهر. هاي جواهر، هاي كلها جواهر. طب حياة وموت مش جوهر لأن الكل شيء. نو هي الحياة والنطق اللي مع بعض. نعم. مو بس إنه بقدر أحكي النطق بالتفسير وبدون حياة والموت. يعني أنت تحكي عن جوهر. لا. لا. لأنه إشي معرف إنه كل إشي بيموت. كل الكائنات الحية. نعم هو من حيث هو يموت من حيث روح حيوان. طبعا هو ما فسرش انه حيوان. طب هل هناك كتب؟ نعم هو بيقول ولسه هذا واحد من مليون. من هم مليون؟ التعريف تبع انسان هو حيوان ناطق بهذا المعنى هو حتى الموت. عندك اياهم؟ من كونه حيوان. مش من كونه ينطق. فرابي. مين فرابي؟ عالم حدا زي الكندي بس اجى بعده بكثير. مين؟ حدا زي الكندي. كنت بسأل هل هناك كتب نوجد فيها التعريفات لكلمات كثيرة زي هيك غير عربي؟ غير الكندي. لا غير الكندي، هذا مش بس الكندي. الكتاب فيه لابن سينا، فيه الأخطار الكثير، فيه الغزالي إذا أنا مش غلطان. شو عنوان الكتاب؟ المصطلح الفلسفي عند العرب. المؤلف؟ دكتور عبد الأمير الأعسم الفرابي. فهو ماخذ تعريفات معينة، ماخذ رسائل في تعريف الحدود،
وعن الدراسة عنه طبيعة الحال عنه أكثر من فيلسوف. عبد الأمير يعني إنه. يا لجابر بن حيان بأخذ تعريف عن جابر بن حيان. للكندي الخوارزمي ابن سينا والغزالي. إذا بطبيعة الحال جابر بن حيان يعني في أشخاص اللي بيعتبروه فيلسوف، في أشخاص اللي بيعتبروش فيلسوف إنما فقط بيشتغل يعني بالكيمياء نعم، ولكنه له تعريف الحدود وله مواقف بالنسبة لفرض تعريف النفس ورأيه في النفس ويخالف فيها أرسطو، وبقول اللي بيأمن كيف عمل أرسطو فيه عنده مشكلة، وهو في المية ميلاد في المية هجرة يعني قبل 100 سنة من الكندة. أستاذ سؤال، أرسطو إمتى؟ 350 قبل ميلاد. لما كنت تحكي انه ارسطو اشتغل 2000 سنه يعني انه اشباعه. نعم نعم اشتغل يعني اليوم ابو شغال مش انه يعني نفس ما يعني فكره. نعم نعم حي يرزق يعني ما زال بهذا المعنى. لا بس قصدي يعني انه منهجه بالضبط مسكينه ولا ماشيين وبتورع بالضبط مسكينه يعني بالضبط مسكينه مأمنين انه صح 100% بحال احد يعني بتكون على ارسطو على هذا على اشكال الحجج طبعا، وبخرج يعني بيأمنوش انه ممكن يخرج عن الشيء اللي حكى ارسطو بالنسبه لاشكال الحجج السليمه لليوم لإلهن سليمات من عند ارسطو. ولليوم في كثير احنا مشان نكون في عمليه تحويل لفهم رياضي لنظريه يعني المبرهن مبرهنه بواسطة ارسطو اشكال الحجج طبعا ارسطو مثل هيك بالالف وباء بالباء والسين طبعا طبعا. والفلاسفه العرب الاسلاميين اعتمدوا على حكي أرسطو ولا أخذوا كتير من طبعا أخذوا أنا عندي شعور أرسطو ولكن كان في تغييرات عندهم. أنا عندي شعور إنه العرب ينسبوا كل إشي بيسووه للأجانب يعني مش كل شيء، ولكن في كتير أشياء تنسب لناس يعني غيرهم، وهذا بيعتبروه يعني نوع من الصدق أو حتى يعني تجذير عملهم مرات يعني عملوا جذور في عمل قديم، وقد لا يكون يعني لهالدرجة كان أرسطو أو أفلاطون، ولكن يعني العرب عظموا علماء كثير مش عارف مشعر مرات إنه أكثر من أي عن أي عرب ما كان أي عرب تحكي عن إحنا اليوم ولا عن فلسفة عربية عن فلسفة العربية الإسلامية واليوم لا فلسفة عربية إسلامية بالحيان في نقاش مع أرسطو جنب الحياة في النقاش حول تعريف النفس. والكندي كمان بوافقش على كل ما يقال، مثلا على سبيل المثال الكندي بالنسبة له الزمن هو حادث مع حدوث الموجودات، بينما أرسطو الزمن موجود كل الوقت. واحد اثنين للكندي الكندي فيش زمن فيش مكان فيش زمن ومدة عدها الحركة. ففي نقاش معنا مش 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 صحيح هذا الحكي، في نقاش. ولكن احنا اليوم للشعور تبعنا في الماركسيزم بتكون تجاه ممكن وللسلطة تبعت اوروبا بطبيعة الحال بتخلينا نآمن بايش حابين ونحن نآمن طبعا. بضيف عليها انه احنا بنعرفش كثير عن التراث الفكر العربي الاسلامي، فهاي كمان لما بنعرفش بالضبط انه كان في عندنا مفكرين وكان في عندنا فلاسفة وبتشوف الوجه التقدم الاوروبي بتفكر انه يعني احنا لازم نقلد هناك ومش انه والله ممكن يكون عندنا طلع اشي او طلع ما طلعش. يعني واحدة من الجمل اللي هلا الديسكورس اللي بتسمعه هذا مثال يعني عن قداش مهم حقوق الانسان وقداش انها اليات في تحديد تطور المجتمع وشو غرض المجتمع، وبتيجي بتروح لابن رشد اللي هو بسنين سابقة وقرون سابقة قبل ما يطلع فيه شيء اسمه حقوق الإنسان حضارة وبيجي بيقول لك الغرض من الاجتماع من الاجتماع البشري هو إقامة العدل على الأرض. يعني الغرض من أي نظام سياسي، الغرض من أي حكم لازم يكون بحكم بأول صفة هو العدل، مش الرحمة، مش التجارة، مش المصالح التجارية، مش الارتباط. فإنه النظام السياسي اللي بده يحكمنا كأفراد، ولكن ما حدش عمل سايتيشن على ابن رشد فلا ليش بتقول مثلا هل بعرفوه بعرفوش ولا هل بيقبلوا انه يسمعوها باللغة الإنجليزية بتصير كأنه هي
الإشي اللي لازم ينسمع والإشي اللي مين فهي عوني كتير يعني. لا مشكلة اليوم مش مشكلة الحين. طب هل في حدا هذه التعريفات شجرها رسمها رسم علاقات مع بعضها ولا؟ طب هل في عمر واحد تبع منهجية في التعريف؟ أنا يعني أنا شايف زي في شايف في منهجية هون. المنهجية إنه عرف ما قل ودل واحد اثنين كل ما استعملوا بالتعريف عرفوا لأي حد منين بدأ؟ مجبور بأي حال من الأحوال بنروح الصفر. اللي هي مش مهم مش موجودة أي واحد بتبلش من كلمة وهناك بتبلش تعريف يعني إذا لا بتعمل إمتى الرجعة لا نهائية اللي فيش ممكن يتخلص منها وبالتالي بتقدرش تبلش. بس كل يعني إذا في ترك إذا في إشي بتقدر تقول مشترك بينهم إنه جميع حط هاي التعريفات الجميع بنى هاي ال الأسئلة إنه أنا شو اللي شايفه حولي شو علاقة هذا الموجودات باللي أنا بعرفه هل أنا بعرفه ولا لا وين بنصنفهم من بعض في شيء يعني من الكندي للفرابي لابن سينا لابن مشت كل هاي الأسماء حاولوا يحطوا كل إعادة رسم للموجودات وإعادة رسم للي هم بيعرفوا للسؤال المعرفي للسؤال يعني أنتولوجيكلي ولا أبستمولوجيكلي للسؤال الأخلاقي إذا بدكم للسؤال السياسي كل حطوه في تصنيفاتهم. فما يعني مثلا إذا أنا بفكر إنه الكرسي هذه إشي مادي ولا مش مادي عرفتها وبعدين رحت على الكتب فلما بتقرأ حتى الكتابات العادية اللي نحن نسميها كتابات عادية مثلا وصف المدينة الفاضلة وصف الفضيلة وصف الأخلاق الأعمال التانية كلياتها التعريفات اللي هم بدوا فيها موجودة في داخل الكتابة تبعتهم يعني ما في فصل إنه تقول أنا كتبت كتاب أو عمل وحطيت هاي التعريفات تبعتي وبعدين هاي الكتاب يعني أنت بتروح على رسالة كذا بتشوف هدول التعريفات موجودين في ضمن عمل تاني فيعني أنت بتشيل التعريف الأول يعني هاي وتكمل على مثلا الفكرة السياسية. والله يعني أنا كنت بفكر ليش الشباب بس يزعلوا مني كنت بفكر إنه أحد المشاريع اللي يسووها إنه يأخذوا نعطيهم بعض المصطلحات ويعملوا لها تعريف زي كل ألف وباء زي يرسموها بشجرة يرسموها بفن يعملوها برسم بالصفات اللي كنا مرة وياك اشتغلناها. وين المشكلة؟ أنا ما عنديش مانع إنه محل الامتحان تبعي يأخذوا هاي الوظيفة. شو رأيكم؟ أنا فيه أكثر أنا يعني العيلة سليم أكثر صح أكثر كل شيء أكثر مفيد أكثر كل هذا مثير للاهتمام كمان أكثر. طب أستاذ إنه يأخذوا بدل ما نعمل امتحان المرة الجاية ساعة هن يأخذوا وظيفة ويحلوها. طب ليش حكيت ممكن نزعل؟ في شيء لأن الطلاب عادة ما بحبوش يشتغلوا بس لا لا في شيء براسك تاني لا على العكس على العكس هذا إشي يعني بالنسبة إلي هائل جدا أنا شفنا أنا وثرت شحنت من هذا من هذه التعريفات لأنه لو أخذنا إحنا خاصة أنا يعني إذا أنا بشرح المنهجية